بنت نوح وطن العزيز البحر آدم إبراهيم وخليل موسى كل الحضور مرحب بيكم، محمد حسن مصطفى حسن تحية ليكم. خالد يا اخي ان شاء الله كويس. خالد انت قعدت في الاردن ولا في لبنان قبلك؟ كيف يا شاب؟ ان شاء الله يا اخي بلغت الصحة. خالد ده اخوانا اخونا نيلسون باتريك لومومبا، التحية ليكم كل الحضور، ليكم التحية. ده لايف سريع كده على الطاير، هنقول فيه حاجات سريعة. طبعا احنا يا جماعة حكاية العوام ومطي دي لسه بنتكلم عنها، لكن في اشياء يجب ان نتحدث عنها بسرعة. دائما انا قاعد اخاف لما تطلع لجنة تكتيك النظام، لجنة ازالة التمكين، قاعد اخاف. تاني بنرجع ونقول يا جماعة لا يستغيم الظل والعود اعوج، يستحيل الكلام الجميل اللي بيتقال وبيقولوا لنا الناس زين لا يمكن يتم ما لم يكون يا جماعة في مؤسسات بتاع عدالة، مؤسسات قانونية حقيقية. وزي ما قلنا يا جماعة أن المؤسسات العدلية في الدولة السودانية مؤسسات منهارة ما حقيقية يا جماعة. والنظافة، قلنا الفساد، لما أنت تجد حرب الفساد في أي دولة، الفساد ما بحاربه من تحت، بحاربه من فوق. محاربة الفساد يا جماعة زي تنظيف الدرج أو السلم، يا جماعة زي تنظيف الدرج أو السلم، دي بيسموها شنو يا أخوانا؟ محاربة الفساد. لكن طول ما أنا الرؤوس الكبيرة قاعدة تمارس الفساد، انا ما بقدر احاكم. يعني الكلام اللي قالوه اجتماع مجلس الوزراء ده كلام فضفاض، عبارات فضفاضة كده جو قالوها علينا وانتهت. الله يستر التنويم اللي بتمارسه لجنة تفكيك النظام الان. انا لحد الان يا جماعة ما بعتبرها لجنة تفكيك النظام، انا لحد الان وده رأيي من البداية قلته ومصر عليه، دي لجنة تفكيك النظام وليس تفكيك النظام. لأنه يا جماعة الليلة الناس اتفاجأت
أن السودان ده لما نحن كنا قاعدين نكتب من زمان في المقالات وبنقول السودان ده يا جماعة الكيزان جابوا لنا الإرهابيين والمطاريد من جميع أنحاء العالم وسلموهم الدولة السودانية بالمجان، الناس اتفاجأت يا دوب بالفلسطينيين، لا لسه في فلسطينيين وفي مصريين وفي كتار جدا وفي سعوديين وفي إماراتيين وفي غيرهم، الناس زي ما باعوا البلد دي بيع. لكن يا جماعة عشان أنا أحارب الفساد ده وأكون شغل حقيقي، الكلام الحالم بتاع ناس وجدي صالح ده ما بياكل معانا، يقول لك أن إحنا ما دايرين نظلم وأن إحنا ما دايرين، والقرارات بتاعت إزالة الموظفين الشالون بتاع بنك السودان يقول لك أن إحنا لا لا، أنا والله الكيزان ديل يشيلوهم تب كلهم كلهم يشيلوهم، اي زول موظف يشيله. لكن في حاجه مهمه جدا، ما تشيل لي الكيزان وتجيب لي ناسك انت، يعني ما تجيب لي ناس احزابك وما تجيب لي ناس حركاتك وما تجيب لي ناسك المستهبلين. الوظائف الشلت منها الناس ديل دايرين نشوف اعلان في الجرايد لوظائف ناس بمؤهلاتهم يكون سوداني، ما يجونا وظائف الكلام الفضفاض ده هتجيبوا لنا ناسكم وتمكينكم. ده بالنسبة للجنة تكتيك النظام، ما دام طلعت وقالت الكلام ده وفرحت الشعب السوداني طوالي تتوقع في خطوة خطيرة حتتم يا بكرة يا بعد بكرة يا في بحر الأسبوع ده، لأنه الليلة غريبة ظهروا يوم السبت ما ظهروا لنا يوم الخميس زي كل مرة، أول مرة يظهروا يوم السبت فجأة كده لجنة تكتيك النظام، وجو ظهروا في حاجات يا جماعة ده كلام حرابيش ساكت، هم تماما عارفين انه ما في مؤسسات بتاعت عدالة. انت عشان تجي تقول لي ده قرار طلعته لجنة ازالة التمكين ما عارف، وعلى الجهات المختصة تنفذ، الجهات المختصة بتنفذ شنو؟ اذا كان النائب العام ذاته المجرم الخطر اللي هو اخطر اخطر منصب النائب العام ده ضد الشعب السوداني وكمان بيسوغ نفسه، قال قاعدين يحاربوا زي أكرم التوم وزي البدوي، يا أخي يا ريتك تجي ظفر أكرم التوم، يا ريتك تجي ظفر أكرم التوم. أنا البدوي ده ما عارف، لأنه عندنا في ورايا الكارثة اللي نحن فيها دي بداها البدوي، وكل الناس اللي بيجيبوهم يعني حتى الخبير الاقتصادي جابوا الليلة أنا قلت كده أحضر النشرة بتاعت الأخبار، الخبير الاقتصادي جايب إنه يتكلم عشان يغني عن الناس بأنه الخطوات دي حقيقية وخطوات مهمة، ما قدر يقول له كلام منطقي، كلام ساكت بس كلامه كله بيشكر لنا في جبريل انه اخذ الخطوه دي بجراه واخذ الخطوه دي، وانت عندك عمله بتزور ولسه يعني. احنا يا جماعه انت اذا دايرين تشتغلوا صح يا اخواننا، المجرمين الكبار على سدة الدولة يعني برهان أكبر مجرم بيخرف في الاقتصاد السوداني، جهاز الأمن ده أكبر مجرم بيخرف في الاقتصاد السوداني يا جماعة، الشرطة دي مليئة بالمجرمين يا جماعة. هو الفساد بيجي من وين؟ ما بيجي من الأجهزة دي، والأجهزة دي الأفراد بتاعنا ما بيفسدوا ما لم يا جماعة بيكونوا الكبار بيفسدوا، يعني احنا شفنا كيف الناس دي بتبيع الأرقام الوطنية، كيف بتبيع الجوازات السودانية، كيف بتبيع، لسه عدا الكلام ده لجنة إزالة التمكين دي ما جابت فيه سيرة. وشفنا اكتشفنا كيف انه يا جماعه في اجانب بيجوا بيخشوا المؤسسات السودانيه السياديه، يعني احنا شفنا قبل كده الطيران المدني ما جابوا سيرته ده لسه، وبدري بتخرف في الاقتصاد دي وبواسطه الجيش ده كله ما جابوا سيرته. الطيران المدني ده كان جابوا لنا فتره من الفترات بيديروا لبنانيين، وده ملف اتكلمنا عنه كان في مقالاته بمستنداته في حريات والراقوبه وين قبل سنوات. الناس ديل المجرمين الكبار ديل انت لو ما شفت الرؤوس الكبيرة دي عشان تنظف الفساد دي، شفت ناس، شوف فريق، اي فريق في البلد دي فاسد، اي لواء فاسد، اي عميد فاسد، انا الكلام ده بقوله متأكد منه، لانه الليلة لو القيادات ما فاسدة الافراد ما بيفسدوا، لو القيادات نزيهة وبتتخذ الاجراءات الافراد ما بيفسدوا. حكاية أنه أن إحنا نتخدع بالخدعة دي ما مشكلة، حتى مجلس الوزراء اجتمع عليه اجتماع 3 أيام، اجتماع طويل جدا جدا، وعرفنا أنه في وزراء ما قاعد يعينهم حمدوك يا جماعة، في وزراء بيجوا كده اللوك بيعينوهم، حمدوك ده قاعد ساكت ما قاعد يختارهم، بيفرضوا عليه فرض،
عشان احنا ما نقعد نتكلم ساكت. تاني حاجة انا دار اعرف الجيش ده اللي هسه احنا اكتشفناه ونحن عندنا يا جماعه امكانيات، حكايه تيجي يقول لك هسه احنا اخذنا قرار واستلمنا ما عارف ومسك العمله، ده كلام فارغ ما لم يتم القبض على الناس ديل ومحاسبتهم. في حاجه تقرير طبعا طلع او تهديد، هو تهديد طلع من مجلس الامن للحركات المسلحه بتاع دارفور، وأول مرة عشان أنا دار أوري الناس زين شوف مجلس الأمن والحاجات دي بيلعبوا كيف. طلعوا تقرير قالوا والله يا جماعة الحركات بتاع المسلحة دي ناس كانوا بتاع النهب مسلح، ده ما كلامي أنا، ده تقرير مجلس الأمن يا هوداك طلع وجابوا كتر خير وهاشم بدر الدين مترجم، وأنه الناس زين تحولوا إلى السياسة. ده الشيء الحاصل في الدولة السودانية الآن. لما أنا بقول لك الناس القاعدين دي عبارة عن مجرمين، بعدين يا لجنة التمكين انتوا في ناس ما هبشتوهم لحد الآن ومعروفين وقاعدين يمارسوا حاجاتهم، وقلنا زي ما نحن قلنا رجال الأعمال اللي لسه بيجيبوهم لنا في الأخبار ما هم نفس رجال الأعمال بتاعين المؤتمر الوطني اللي لسه بيتكلموا عن البنوك ويجوا يتكلموا عن دين، نفس الناس اللي خربوا الاقتصاد السوداني بالشراكة مع النظام ده ومصرين لحد الآن يخربوا الاقتصاد السوداني. الكلام المفضفض الجميل اللي بيقولوا لنا ناس وجدوا لجنة إزالة التمكين ده، ده كلام فارغ. ويقول لك والله ياسر العطا ما رجع عشان موضوع مامون حميدة، مامون حميدة مش المفروض تصادر كله يا جماعة، تصادر كل أملاكه، مش بتصادر بس تقول لي رويال كير والكلام الفاضي ده، أي زول في الإنغاز دي المفروض يقضوه ويصادروا أمواله وطوالي وكاشاته. لكن لجنة إزالة التمكين قعدت بعد ما مررت الحاجات كلها والشركاء وجاية تعمل لنا حاجة تقريبا، ده استباق لقرار خطير حيتم اتخاذه. القرار الخطير اللي حيتم اتخاذه شنو؟ طبعا الشعب السوداني ما بيتفاجأ زي ما قبيل الدكتور الكوز جابوه باسمه عبد الرحيم علي ولا اسمه منو قال محلل اقتصادي، ما قال ولا قال اي حاجه، بس كان تركيزه على انه يشكر جبريل وانه جبريل اخذ. والاسبوع الاول دي الصدمه، حتى كلامه ما منطقي وما متناسق. لما انتوا في تحرير صرف ليل ليل المعيشه غاليه، الاسعار ليه غاليه لحد الان؟ ها يا جماعة عشان ما تتغشوا، الشعب السوداني ما تتغشوا، لأنه في مصيبة أكبر من كده جاية. ولو تاني الناس قعدت تفكر، ولما أنا قلت لكم يا جماعة حتشوفوا باقي الحركات تضغط حتجي خاشة غصبا عنها حتجي ملحق، كان عبد العزيز الحلو كان غيره، كان عبد الواحد ما محمد نور كان غيره، لأنه الناس يا جماعة ما منطلقين من قضية وطنية، يعني ما هدفنا الوطن. مجلس الوزراء أهم الأشياء ما تكلم فيها، أهم الأشياء ما تكلم فيها. العدالة دي ننفذها كيف نحن وقاعدين لنا المجرمين الكبار دي، البرهان المجرم قاعد، ياسر عطا المجرم قاعد، كباشي قاعد، ما عارف به هناك حميتي قاعد، زايد المجرمين الجدد. ويجي يقول لك اجتمع مجلس الأمن والدفاع في أناقش تقرير أحداث غرب دارفور الجنينة وسيقدم المتهمين للعدالة، كذابين. انت ما غيرت حاجة في العدالة، شغلك اللي بتعمله ده كله ما نافع، مش لو عملت تحرير اقتصادي، مش لو دخلت البلد دي ما دخلتها مليارات قبل كده، مين حقنا البترول ده دخلته مليارات، وين العدالة؟ ما في اي حاجة حتدعم. تاني حاجة انتوا لحد الان ويا جماعة خليه يقول لنا حجم الاموال اللي دخلت دي، أسع يقول لنا بنك السودان ده قالوا الأسبوع ده دخلته أموال كان من الإمارات ولا من السعودية ولا من قطر، حجم الأموال اللي دخلت في البنوك دي كم؟ حصل وزير المالية جاء طلع قال خشت أموال قدر كده، والأموال دي خشت ذاتها كشنو يعني؟ كوديعة ولا كهبة ولا وحتصرف وين أو يصرفها وين؟ تاني حاجة كل الناس زي ما في زول فيهم عنده إغرار ذمة مالية، من حمدوك لأبسط زول ما عنده إغرار ذمة مالية ولا قدم إغرار ذمة مالية. وبعدين شنو؟ اتحاد أصحاب العمل يجي يدفعوا يدفعوا لنا مليار دولار، قالوا دي اتحاد أصحاب العمل على رأسهم أخونا إبراهيم الشيخ، إبراهيم الشيخ الكاد إبراهيم السيخ الشغال مع الكيزان بتاجر،
هل كانوا بيدفعوا ضرائب الناس ديل؟ ده سؤال. وانا ابراهيم الشيخ ده اضمنه من وين؟ قاعد لي في وزاره الصناعه دي وانا ما عارف حجم ثروته ودولاراته الشايله ده. ده كلام فارغ. بعدين كذابين. انا اقول لك محافظين بنك السودان ديل ما كانوا، حتى محافظ بنك السودان ما كان بيحتفظ بعمله في البنك، ما كانوا بيخطوا اموال في البنك، كان في مكتبهم. تتذكروا صابر محمد الحسن راضي راضي الحال تكلمنا فيه كثير جدا، لكن نحن دايرين نوريكم الناس سايقيننا بالخلا كيف. صابر محمد الحسن ده في مكتبه في الرياض وبدون خجلة نط حرامي سرق عملات، سرق دولار وريال وشنو بتاع، هو ذاته قروش وما خدتها في البنك، لأنه عارف البنك ده شنو، عارف البنك ده شنو. هل بكرة يا ودي نحن حنتفاجأ انتم مليتوا الوظائف دي ترضي عشان تردوا ديل وتردوا ديل ما ادوا هنا يدوا في البنك، وديلك يا مرقوا ما تحاسبوهم لينا ساكت، خربوا الاقتصاد ده ما تحاسبوهم، وقلتوا الوظائف تدوها لمستحقين، نشرتوا في الجرائد الوظائف الشناهم من البنك، ودايرين الناس تجي يا جماعة، والناس اللي اتفصلت زمان من البنوك. الكلام ده كله اللي بيقولوا ده كلام بالمناسبة فضفاض ساكت، ما تتغشوا. أنا داير الناس ما تتخدع يا جماعة، الناس زي القضابين رجعوا نفس رجال الأعمال ضربة ضربة، دايرين يقولوا والله خلاص ضربنا لكم أسامة داود. لا لا، وين ناس أنيس حجار مجلس إدارة بنك السودان ده؟ أنيس حجار ده مش فيه؟ ها وين ناس وجدي مرغني؟ وين 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 ناس وأولاد البرير؟ وين ناس اسمهم منو ديلك؟ يا جماعة ديل كلهم ما قاعدين يمتصوا في دماء الشعب السوداني ده، ولا في وزير ولا في مسؤول جا قدم إقرار ذمة مالية، حتى الجواس خاشين ديل ما قدموا إقرار ذمة مالية. أنا أضمن القروش دي كيف ما بيسرقوها هم ذاتهم، ثرواتهم تتضخم عشان بعدين يجي زول يقول لي والله هو ابراهيم الشيخ ده كان محتاج للحكومه، والله زعيد ده هو كان محتاج للحكومه، ما هو كان رجل اعمال، ما كان رجل اعمال فاسد. الانغاز دي قاعد تخلي زول يشتغل بيزنس في السودان ده، لو هي ما راضي عنه والله مد والله لو خدت صاج طعميه الكيزان ما راضين عنك ما بتشتغل، صاج طعميه فيه حاجه كان ما راضين عنك ما بتشتغل، ممكن يسلطوا عليك محلية، يسلطوا عليك أي حاجة. يبقى أن إحنا نتكلم. ويا خالد سمير دار أسألك، طبعا أنت بتزعل جدا عن أنه الجيش وما الجيش، لما نتكلم عن الجيش شوف الجيش السوداني ده طول ما فيه القيادات دي قاعدة ما حيصلح حال البلد، وطول ما القيادات دي في قاعدة ما حيصلح حال البلد، وطول ما في جهاز أمني شريف سيبك من كلام يقول لك نكون جهاز الأمن الداخلي، حتكونوا لي من منه؟ من نفس المجرمين ديل؟ ما في مجرمين طلعوا من جهاز الأمن ده مش دخلوا في الحركات الجاد دي في السلام، وشفنا الرتب اللي بتتوزع ديل دارين تدميون كيف بياط ومنطق. يا جماعة نحن قلنا محتاجين نبني، الثورة دي لسه مستمرة. الكلام الفارغ ده بيتقال طوال يا جماعة أنه والله لا وخلاص الدولة ماشة، وأن إحنا نعمل ما في دولة ماشة بدون ما يكون في قانون رادع، بدون ما تكون في عدالة. ما في عدالة ما في دولة، ما في قانون ما في دولة، والآن نحن ما في ظل دولة القانون ولا العدالة الانتقالية اللي بيتكلموا عنها دي. العدالة الانتقالية دي كيف مفهومة؟ ده سؤال. شنو العدالة الانتقالية؟ هل العدالة الانتقالية أنا ما أحاسب ناس ارتكبوا جرائم زي جرائم القتل، جرائم الإبادة، الجرائم الخطيرة ضد المجتمع السوداني، الجرائم الأخطر، الفتن القبلية زرعوها وجاي يقول لك إدارة أهلية جايبين على رأسها مجرمين. في زول ما بيعرف صديق ودع ده مجرم؟ لكن لو جابوا حميتي خدت كده ما في زول بيتكلم. في زول ما بيعرف حميتي ده مجرم بيهرب المخدرات، ما عارفين بيهرب الذهب. التقارير الأجنبية بتتكلم، ما بيحترموكم هم ذاتهم يا جماعة. عشان كده الليلة مجلس الأمن لما نطلع القرار ده شايف أخواننا لبدوا تب، ما في زول علق نهائي ناس الحركات، ولا ده عشان مجلس الأمن. لكن لو أنا جيت قلت والله ناس الحركات ديل كده طوالي بيجي يركبوك التزول هناي والتزول عنصري والتزول هداك، مجلس الأمن قال الكلام ده، دايرين نسمع رأيكم شنو؟
لأنه قلنا نحن ثورة دارفور دي صناعة كيزانية بحتة عشان يستمروا في السلطة ويستمروا في القبضة الأمنية ويخدعوا الشعب السوداني أنه في تفلت أمني. شوف لنا كده، خلي الفلسطينيين ولسه على السوريين والإرهابيين اللي كان عندهم شركات وكان بيجوا بيركبوا عربات. ولما قلنا في المغالات، لما تتذكروا يا جماعة الليمبي عبد الرحيم محمد حسين، لما الطيارة ضربت يا جماعة في بورسودان العربية، تتذكروها الكوريلا اللي اتضربت، ولا يسمى شنو الأكسن اللي فيها الفلسطيني، ضربتها إسرائيل بصاروخ وكان ما في الرادار ذاته على بعد كيلومتر من البحرية. والرادار طبعا عارفين جابوا منه يا جماعة، الدولة واحدة بت تجيبه هي، لأنه أبوها كان ما عارف ملحق عسكري ولا شنو. أهو الفساد بتاع الدولة دي لحد الآن الفساد ده مستمر يا جماعة. لو ما في عدالة ولو ما غيرنا القضاء القاعدين ديل والنيابة القاعدة دي وجبنا ناس شرفة وغيرنا الشرطة القاعدة، الشرطة السودانية دي انتهت تماما. ما في زول يجي يقول لي الشرطة شريفة، ولا تقول لي عز الدين الشيخ، ولا تقول لي زعيط والله معيط. وصل فريق في عهد النظام دي يا شيطان أخرس يا قبل الفساد وسكت، مش يا هو كان بيعمل لنا جولات كده يجي طابق الدين ومشى وبل الجماعة، بل منه؟ بل موسى ولا منو يعني؟ يا جماعة خليكم عاقلين. شوفوا زول الام بي اس ده محمد بن سلمان اللي كان لما مسك ناس وديل دار يبلهم، مسك الأمراء ديل لما ملك شال قروشهم بما فيهم رئيس وزراء لبنان ذاته، شال قروشهم كلها. أي زول كان فسد أي زول قلعهم لك حجزهم. انتوا ليه ما بتقدروا تعملوا الكلام ده؟ وتجوا تقولوا لنا فالحين نافع والله في مستشفى رويال كير وقاعد يجتمع، ويجي نفس الزول اللي بيقول لك والله نافع ده في مستشفى رويال كير والكيزان قاعدين يجتمعوا، يجي يقول لك لا لا والله يعني احنا ماشيين كويس. لانه المطلوب انه ان احنا نتوجه نتضخ كده ونتوجه. التوجيه ده كان اثناء الثوره بتقوم به قناه العربيه والحدث وسكاي نيوز. الامارات هي فضت الاعتصام والكلام ده، قلنا المركبات اللي شاركت والجيش الجبان ده جمع اسلحته وخلى الناس يقتلوهم قدام القياده، ولما الناس دخلت جوه القياده طلعهم بره تاني عشان يقتلوهم كطيب الظل ويقتلوهم المرتزقه جايبهم حميدتي، وجاي حميدتي اسحوا رئيس اللجنه الاقتصاديه. ما في قانون، ما في دوله، ولا تقول لي تحرير صرف، ولا تقول لي عملت، ولا تقول لي هنا. اما السودانيين المتنازعين ما بين مصر واثيوبيا، يا اخي فكر في مصلحه السودان قبل مصلحه اثيوبيا وقبل مصلحه مصر للمره المليون. ومصر لو ما لقت فيك عيب وفيك خرم، واثيوبيا لو ما لقت فيك عيب وخرم تقدر تتمدد فيك كده؟ لانه لقت فيك عيب. اي دوله عامله لا عملاء جوا السودان؟ كل الدول دي عامله عملاء جوا السودان، وعرابيهم بقوا بيدورون من جوا السودان، اجهزه المخابرات دي كلها جوا السودان. الكلام ده قلناه مليون مره. انت ما في عداله، الحبر السعدار يطلع علينا دور البطوله. ما في عدالة، ما في لا لا والله لا تحرير اقتصاد، ده كلام فارغ ساكت. القاعد يحصل ده كلام ضحك على الدقون يا جماعة. نحن مش ضد الأشياء دي، لكن عشان أنت تعمل الأشياء دي خليك واضح معي. غير لي العملة، أنت شنو اللي بيمنح تغير لي العملة؟ ما دار تغيره، قلت لك اسحب لي العمرة الكبيرة دي، اسحب لي فئة الخمسين اللي بتتزور دي، وفئة المية، وفئة الميتين، وفئة الخمسمية، اشتغل بعشرين وعشرة عشان انت تجيب الناس دي الغيها. اي زول عنده عملة زي دي جيبها الغيها لي، لكن حتاخد لي قرارات ساكت وجاي تجيبني. حتى الزول اللي بيجيبه عشان يقنع الناس ما بيتكلم بمنطق، لانه بيفقد المنطق. حيقنع الناس بشنو يا جماعة؟ الثورة لازم تستمر، والشعب السوداني يا جماعة لازم يتوحد، لأنه لجان المقاومة والأحزاب الجديدة، وهسه ظهرت الأحزاب الدينية، وده كل الكلام ده تم يا جماعة في وقت وجيز جدا وبدعم أجنبي بتاع دول. الدول اللي بتعين في الوزراء بتتدخل في تعيين الوزراء. نحن قلنا الإمارات دي اشتغلت شغل تقيل جدا جدا، وعرفنا الكلام ده يا جماعة، وعرفنا ناس قوى إعلان الحرية والتغيير دي مشوا. هسه إعلان قوى الحرية والتغيير بيجوا يسيئوا لهم الكيزان. عثمان مرغني قال لكم يا أخي انتوا صح ناس مبهمين مجهولين،
ما معروفين انتم منو ومكاتبكم وين وسكرتارياتكم. كلام عثمان مرغني الكوزق صح، من حقه يقول الكلام ده، لانه انتم شغالين تحت الكيزان وبتخدعوا في الشعب السوداني. كان انتم، كان الاحزاب، كان الحركات، يغوى اعلان الحريه والتغيير، مش كلكم انتم ديل شغالين تحت الكيزان، مشغلينكم الكيزان، ناس صلاح غوش وناس منو وناس منو غير وغير. أسي أنا أتحدى لجنة إزالة التمكين عبد الغفار الشريف وناس طه عثمان الحسين والناس زين ما قاعدين يجوا يخشوا ويمشوا، ما هبشوا الناس زين ليه؟ صلاح غوش ده ما عارفين إنه شغال شنو كان؟ أركان بيجيب الجاز للدولة السودانية، أسي هبشوا حاجة صلاح غوش ما يقدروا يهبشوها يا جماعة. هبشوا الزول اللي اسمه عروة ده اللي خرب الاقتصاد السوداني بتاع زين ده، وكان لحد آخر حاجة آخر حاجة يا جماعة، آخر حاجة كان الزول ده المستشار الأمني لعمر البشير، وهو جاب غوش لما قلنا عهد أفراح غوش الثاني. ده كله لعب بتاع كيزان، لعب بتاع محاور. الشيء اللي قاعد يحصل ده ما عنده علاقة، وداير أخواننا الليلة الجداد بتاع الحركات وين دايرينكم تعبروا لنا عن قرار مجلس الأمن ده؟ ما تلبدوا قولوا لنا مجلس الأمن ده ليه قال القرار ده. السر شنو؟ انه مجلس الامن ده يقولوا الناس تقبلوا منه. يبقى يا جماعه نحن والمجتمع الدولي ده ما مجتمع بتاع فضيله، انت ضعيف بيحقق مصالحه. هسه نحن الناس اتفقت، الامريكان بيجاي والروس بيجاي قاعدين في البحر الاحمر، في زول حيقدر يتكلم؟ قاعدين يعملوا شنو؟ المينا اتقفلت فجاه اتفتحت، عبد المنعم سليمان بيجوا مصور مع أكبر تاجر عمله، هو هو مباراة. عفوا يا جماعة الناس اللي كانوا متابعين لنا، عارف ذاته الجدود ده متهد في حاجة غريبة جدا، ما عارف الواحد. تمام يا شباب، معلش يا جماعة، لأنه ما عارف الليلة من الصباح في حاجة غريبة، يعني ما عارف ان احنا الجداد الجداد سعره بقى غالي. الجداد سعره بقى غالي. طيب يا شباب، طيب يا جماعة حنواصل، لأنه عشان ما نفقد ال شكرا نصر الله محمد، حول قروشك بالبنك، شكرا حميت تعمل السودان الجديد. يبقى انت يا اخوي منطلق من انت كده زي نسميك بتاعنا، الادارة الاهلية في لندن والادارة الاهلية في نيويورك والادارة الاهلية بتاعت حميت البغودة، مجرم كبير جدا اسمه صديق ودع، عنده قصة في الامارات اي سوداني بيعرفها. يبقى شوفوا يا جماعة، نحن لما نجي نتكلم عن دولة وبناء دولة، وأي ليه يا جماعة لما قالوا العدل أساس الملك ده، ما كلام اتقال ساكت، ما قال ما اتقال كلام فارغ، العدل أساس الملك. لأنه يا جماعة لما تكون في عدالة حقيقية انت فعلا بتقدر تبني دولة حقيقية، بتقدر تبني نظام يمشي على الكل. لكن ما أجانا يعني أخلي لي مجرم وداير أسيب مجرم، وده مجرم ده ليه؟ ده قاعد عشان عنده سلاح أو قاعد في السلطة أو شريك في القصة المسرحية اللي اتعملت دي، عملته وإعلان الحرية والتغيير. على أي حال نحن حنواصل في الحاجات بس بنسلط عليها الضوء. طيب يا جماعة، لو اتكلمنا أسعى قلنا الاضطرار يا جماعة، شوف بدت في حاجات تصهر
التحالف السري القام به حميتي مع الفور واحترضوا علينا ناس تيجان السيسي. الحاجات دي بقت قاعد تسهر يا جماعة، ما في حاجة بتتدسى. والكلام اللي قاله والضضي بشارة لما جمعهم لك عبد الرحيم دقل المستهبل ده كمان اللي كان قاعد في القيادة في ظل وجود رتب الجيش الخسي ديل ناس البرهان وكباشي والسفلة ديل اللجنة الأمنية الحرامية بتاعين الجيش ديل القاعدين ديل اللي بقول لك قيادات ويقول لك ايه. شوف نحن يا جماعة لو بقت ما في محاسبة وبقت ما في عدالة، بعدين النائب العام انت ما تطلع بطل، انت ما حتطلع بطل يا تاج السر الحبر، لانه الجرائم اللي انت قمت بها وانت كنت شريك يعني انتوا ذاتوا القانونيين ديل ما بتخجلوا. انا ما عارف كيف قانوني ما يحترم نفسه، يعني تكون محامي لأوكتاي التركي وانت زمان يا جماعة لما كان في قضاء سوداني ولما القاضي ذاته لو حس بإنسان بيعرفه في المحاكمة دي بتنحى بتنحى، لأنه عشان شنو بقول لك الحرج، عشان ما يكون في حرج عليه بتنحى عن القضية دينا نحن بنعرفه. وكلاء النيابة النائب العام كان يا جماعة هو بيدافع عن حق الدولة وعن حق الشعب، الآن النائب العام بيدافع عن مجرمين، بل المعلومة اللي بتجيه كنائب عام هو ذاته ما أمين عليها لما بلغوه بأماكن مطابع القروش دي. النائب العام جرى فر مشى ورا برهان، كلموا الناس غيروا المحلات، ما قاعدين الناس زي يطبعوا في العملة يا جماعة. فنحن يا اخواننا هنا ما في غضب، نحن دايرين نبني دولة حقيقية، وان احنا عندنا امكانيات الدولة العملاقة. بعدين يا جماعة الناس مخشوشة، انا الكلام ده قاعد اقوله لكم، الخرطوم دي عبارة عن قرية كبيرة وقرية وسخانة ذاتها، يعني الخرطوم دي لو اسح في زول مفتح جاي انا ما بعمل العاصمة في الخرطوم والله، لانه ذات دي دايرة انت تبنيها من جديد. الخرطوم دي داير، مش الخرطوم برا، نحن دايرين ناس يجوا يبنوا، ما دايرين ناس يجوا يسوقوا الناس بالخلا، والناس زي سايقين لنا بالخلا عندهم مهام جايين ينفذوها. اللهم جو الفترة الثانية دي الفترة الانتقامية الثانية جو بفهم جديد انه يا جماعة السواقة دي كده نغير الاسطايل شوية، جو شفاتة شوية كده يا جماعة، دخلوا مكتب السيد حمدوك وروه تمشي تزور أسر الشهداء، وروه يا أخي اتحرك شوية. ولكن لاحظ الكيزان كلهم طبعا يا جماعة فرحين بوجود جبريل، جبريل ده ذاته من الناس اللي نحن المفروض نسأله، الزول ده ما كان مسؤول وكان وزير وكان غيره وشركة عزة وغيره، ده كله ما نسأله، دي جات من وين يعني؟ ما هو انتوا كيف الكلام ده دارجة تجيبه لي وتار تجي تقنعني انه يا اخي انت بتمثل حاجة زي دي؟ بس فتحة اخراج يا خالد، يعني الخرطوم دي ذاتها انا قلت عليكم قبل كده يا جماعة، والامراض الجايه في الخرطوم اللسح كثيره ومنتشره، الامراض دي شنو يا جماعه؟ ما من الطفح بتاع المجاري ومن الاشياء الغريبه اللي كانت بتحصل في، يعني ما في اهتمام، التخطيط ما في، حتى شوف الطير الجبنه فيلل في اسمه شنو، في ما عارف في اسمه شنو كافوري وغيره، تلقى شوارعهم برا وسخانه ومعفنه، وتلقوه يو في البيت عنده حوض سباحة وشناي وقدام بيته وسخان ومعفن. لا من نظفها لنا السوريين مش عملوا حملة بتاعت نظافة يا جماعة؟ ان احنا في اشياء الحاجات دي كده، خلونا نتكلم في المهم في الجانب بتاع العدالة ده لو ما استغام، شفت لو ما استغامت العدالة دي ما في لحد الان العساكر بيمارسوا الرشوة وبيمارسوا ظاهر وبيصوروهم شدة ما يعني دي انت محتاج تبني. طيب احنا لما نعاين لراوندا دي، راوندا دي شوف يا جماعة تسعينات ده احنا ما قاعدين نسمع في الاخبار الهوتي والتوتسي وما عارف وقتل وموت، شوف راوندا نهضت كيف، عارفينها نهضت كيف؟ نهضت بعقلية الراجل ده اول ما جاء يا جماعة قطع رؤوس الفساد، شوف القبائل دي ما تتكتلوا بعض كيف. أسع الشرطة في راوندا دي تاني أحسن شرطة على مستوى أفريقيا، وأول حاجة بدأ بالإعلام زي الإعلاميين الخايبين بتاعنا نديل الإعلاميين، لأنه في السودان يا جماعة مساكين جدا والصحفيين مساكين جدا إلا من رحم ربي، الواحد عنده أكل العيش مهم
عشان كده كلهم مدجنين يعني. يعني حتى لما نيجي عثمان مرغني يتكلم ما من حرصه على الدولة السودانية، لكن لأنه قوس مصارحه انضربت. لما أنا أجي أقبل ذاته أسف في محامين سودانيين محامين ديمقراطيين، نغبة المحامين دي قبلت ناس عبد الباسط السبدرات ديل، كيف ديل ما كانوا مسؤولين وتنفيذيين وشاركوا في النظام ده، كيف قبلتهم يجي يقفوا يدافعوا عن فاسدين؟ وشنو مليون محامي يدافع عن عمر البشير؟ في خلل، تفهموا الخلل ده؟ عرفتوا الكيزان ده اللي هي يا جماعة زي السرطان، لما نحن كنا بنقول الكيزان ده سرطان. فالكلام ده كله كلام فارغ ساكت يا جماعة، ده خداع ساكت. يجي وجد صالح يقف لك حيجوكم بمفاجأة، المفاجأة من العيار الصغير. المجلس التشريعي ما أعلنوا يوم الخميس وأجلوا سهرة الخميس للسبت، تقبلوا تاني جانا الجداد بتاع صامولة. صامولة صلاح مناع كان شغال في البيزنس مع النظام ده واختلف وطلع ومشى مع الحركات، وكان شغال مع اسمه منود السنوسي، ابراهيم السنوسي اللي هو اللي اسمه شنو النسخة الثانية من الترابي، وجش حزب الأمة. في حاجات كده نحن ذاته ما منطقية، ويجي يقول لك حذروا من السفر ويسافر، ويجي يقول لك في زي التحدي كده. والكيزان ما هم لأنه مسيطرين على الوضع وإعلان الحرية والتغيير المجلس بتاعهم طلعهم أنه مجهولين، عثمان مرغان طلعهم مجهولين. هم ما مجهولين، لكن هم عارفين هم بينفذوا في أجندة، هاي ما في ما حيقابلوا زول ولا يلاقوا زول ولا اي حاجه. يبقى حكايه الكذب اللي بتمارسوا علينا ده، يا اخي انتوا خليتوا الكيزان طلعوا قروشهم ومشت تركيا وناس طارق سر الختيم، وبيجوا بفرحكم ده متصور مع اكبر، قال الفادني انه ده فرحان قال بالهنا. يا جماعه نحن ما قروش، نحن ما فار تجارب. الشعب السوداني ده ما فار تجارب عشان انتوا تسوقوا سواق خلدي. يا اخي اي واحد جاي استهبل وجاي استعبط. الان التقارير طلعت خطيرة دي، الغوات العشرة الف المرتزقة اللي قاعدين في ليبيا السودانيين ديل تبع منو ديل؟ في اليمن تبع منو؟ انت ما داير تعمل لي اي حاجة وما داير تحاسب لي اي بني ادم، هو ذات المجرم هو بيديك التعليمات. أسع المسيطر ما مس مجلس الوزراء، مجلس السيادة ده. وأي زول بخجل ما دار يتكلم. هسع هل اللجنة الاقتصادية لا زال يرأسها حميتي بيسرق في الذهب؟ حميتي خلى جبل عامر شغال في ثلاثة محلات ومع شركة حركاته بيشيلوا الذهب وودوا الإمارات. أن إحنا بننتج يا أخي بننتج أطنان من الذهب في السنة، شنو تعدين أهلي وشركات وكل بيزنس وحركات شغالين، وشعب جعان ويجي يغشونا جايبين باخرة ويناي يزلوا في الشعب ده. بقت الدول هي اللي بتزل في الشعب السوداني، لأنه نحن الناس اللي قاعدين يمثلونا عبارة عن عملاء بس، ما عندهم علاقة بالدولة السودانية. هم جايين ينفذوا أجندة، لا زول قدم ولا للدولة السودانية ولا القسم اللي قاعدين يخطوا فيه ايدهم ده بيخصموا بيقولوا فيه شنو، لا زول قدم اغرار ذمة مالية، لا تنازل عن جنسيته الثانية، ده حيبني لي انا دولة وطنية؟ ما بيبني لي دولة وطنية، ده جاي يؤدي مهام. انت يا عبد الناصر اسع رجحت البلد، الحاصل شنو في البلد؟ ها؟ الحاصل شنو؟ موقفكم شنو يا عبد الناصر؟ اللسع الكلام اطلعوا مجلس الامن ده عن الحركات، انتوا دوركم شنو؟ موقفكم شنو؟ كده نحن نسمعكم. انتوا عبد الناصر مشيتوا جوا، اخونا عبد الناصر محمد نسمع هناك واختلفتوا معاملني وما عارف الدكتور الريح، نحن دخل لي فات دخل لي، نحن دايرين عبد الناصر رفض. انا والله يا جماعه بتمنى يعني ده للناس اللي قاعدين يقولوا، في ناس طبعا بيقولوا انا عندي حساسيه ولا عبد الناصر محمد ده اخونا حركه، كل انا بعرف المكاتب بتحت الحركات وبعرف الاحزاب. لما انا بقول لك الناس دي ما قاعد اتكلم من فراغ، عشان الناس اللي بتجي تعنصر القضايا. البلد في اشياء يا جماعه، العداله لو ما بقت في عداله والله ما في اي حاجه تنفع في الدنيا دي، لازم يكون في عداله.
طيب ندي مصطفى حسن. يعني احنا يا جماعه والله شوفوا ما عندنا غضاضه مع شخص، ما عندنا اي كان، لكن ما في كذب من لي دوله سودانيه، ما في جبريل حي ياخد لي قرارات، ما في وزير عنده قصه، ما في مجلس وزاري بضع خطه، ما في يا جماعه كيف يعني؟ ما في وزير جاي بخطه، جبريل ده جاي لقى الموضوع ده جاي وشبكه لك وطلعوا لك احسن وزير ماليه مره على السودان. الراجل لحد الان ما تم اسبوع ولا حصل، جا قال لنا انا خططي كده. لو لا يهمك يا عبد الناصر عشان ما نقول عليك هروب، ولا يهمك، لكن ان شاء الله لو تمكننا الجداد خلانا الصفحه شويه كده، الايامات الجايه دي حنطلع لايفات عليكم، والله تعالوا عشان تورونا وجهه نظركم شنو. في اشياء كثيره يا جماعه يعني. شكرا لك يا عبد الناصر يا اخي، اديك العافيه. واختلاف ما زي ما بيقولوا اختلاف وجهات النظر لا يفسد للود قضيه. طبعا في ناس شايلين تشنيع ضد عبد الغفار ده، اخواننا ديل كلهم ناس، اخواننا ديل انا بعرفهم. في ناس طلعت نضال وناس شريفه جدا جدا، وفي ناس النضال ده كان لها بيزنس، عشان كده كان الثوره الدارفور أسوأ ثوره. قلنا التحالف الغبلي ده، وان احنا في السودان لازم نلغي حاجه اسمها اداره اهليه لو دارين الدوله السودانيه دي تمشي لقدام. هسه عاين الكيزان المجرمين ناس اشرف الكاردينال، اخواننا ناس الشرك، تاني بقول لكم كرار عسكر، تاني بكرر لك يا كرار عسكر يا اخواننا، انتوا نضالكم ده دارين تضيعوا. هسه زي اشرف الكاردينال ده انا بخد ايدي في ايده، مجرم زي ده بخد ايدي عشان اوريك ديل الكيزان الناس اللي بيشتغلوا شغل العنصريه والقبليه، ديل الكيزان يا جماعه. السودان ده عمره ما كان فيه مشكله قبليه. طيب ده واحد قال لي انت تابع لجهاز امني، طيب كويس كده وريني تابع لاتو جهاز امني. ده منو ده؟ النور فضل. النور انا استضيفك، نشوفك شجاع حتخش. انا اشوف الشجاعه، وين النور فضل ده؟ كده تعال انا بديك الفرصه، انا قول انا تابع كده وريني وين النور فضل. ما بيجي طبعا، ده جداده طبعا، ده بتاع كلام الكيزان وكلام الانتهازيين من ابناء الحركات اللي بنعرفهم السفله اللي هم ضيعوا القضايا، ده طبعا الكنته بتاعتهم. لكن انا ما زول مدسوس ولا هناي، وما دار اقول لك اسهاماتي انت عارفها زي جوع بطنك. ما علينا، حنرجع لموضوعنا المهم يا اخي. يا سلام. طيب سقطت الانغاز ومكنوا الانغاز تاني يا عيني. سقطت الانغاز العجوزه وجابوا لنا الانغاز الشابه، يعني مشوا الاسلاميين الف وجوا الاسلاميين. هم طبعا ما اسلاميين يا جماعه، ما عندهم علاقه بالاسلام، عشان نحن كنا بنسموهم الاسلام السياسي. وشوف الناس دي حتى العلماء بتاعهم امثال عبد الحي يوسف، يعني زول حاغد ومنتهى والله يا جماعه الناس دي بيخدعوا خداع. انا عبد الحي ده جلست معه اكثر من 3 مرات، كان في جامعه الخرطوم، يعني تلقى كميه التهذيب والكميه بتاعت عمل له اخوك شير يا معلم. اخوك طبعا محظور محظور وهناي وما نقدر نسوي اي حاجه. الصفحه اللي بنشير بقى واقفه، ما في طريقه نشير، الناس بس تشير لنا. أنا أشوف الجماعة بتاعنا السراجل، الناس اللي بيردموا في خالد كبير. إن شاء الله الصوت واضح، بس إن شاء الله الناس سامعين والصوت واضح يكون.
ايوه ما شير يا اخي، شيروا لنا ساي، نبقى زي عمار ده كله، هنا عمار البكورك شير شير شير. يا انا اتكلم بس في الخطاب، الكلام اللي قاله عمنا شريف حريري زول. لا انا كنت من الناس المستنين خطابه ده، عشان الناس الطير دول يعرفوا حاجه، يعرفوا انه هم شغلهم اللي قاعدين نتكلم فوق ده ما كلام ساكت. وهسي اسمعه من شريف حريري، من الاب بتاعنا ذاته كلنا، ومن الزول المفكر بتاع الهامش الفضل، من الناس الفضل بالذات في الهامش بتاعكم بتاع دارفور ده شريف حريري. اسمعوا كلامه ده قال شو، اقروا كلامه ده وبعد ذاك شوفوا اتفاقكم ده ماشي لوين، عشان ما تقعد تستعجلوا ساكت وتقعد تخلقوا لنفسكم مشاكل. الحاجة الثانية، انتوا قاعدين تخلقوا لناس تانيين مشاكل، ناس تانيين زي ناس شريف حريري ده ما عنده ذنب باتفاقكم ده، عنده علاقة بتخطوه في وضع صعب. وما اتفاقك ده انا زاد ما مقتنع به، عرفت؟ وتجي اي زول جاي يتكلم في خطابكم في سلامكم ونقدوا لكم، بتعتبروا انه لو معاكم بتقولوا انه ديلا فلنقايات وديلا عبيد تاع جلابه وريفر والكلام الفارغ ده. عايز شريف حريري ده شو؟ امشي وقولوا له شريف، طلعوا شريف حريري ده مننا نحن، طلعوه وقولوا زي خالد كبير، مش اعترض بنفس الموقف اللي انا اعترضته بنفس اللي امشي قولوا شريف حريري ده كذي كذي كذي، امشي اتكلموا فيه. امشي هذا شريف حريري ده زول من الناس اللي كانوا قدام الصفوف، وزول دكتور وزول ليه الفضل فينا كلنا. هو شريف حريري ذاته انتقد السلام بتاعكم والاسلوب ده، وسماكم قال انه شركاء بتاع الانقلاب، فما تجي تشبكني انت قاصدنا نحن كمكون ولك هنا عندك. ويا امشي ولا شريف حريري، مش اسمع شريف حريري بقول شو، بقول انه شغل لا ده كلام فارغ سكت. والاستعجال والجوط الماشي دي بقسمة الهامش على فكره، انتوا هسه جيتوا مستغلين من قبل المركز اللي انتوا شابكيننا نحن قادرين نحافظ عليه، لكن انت قاعد تحافظ على المركز على العقليه القديمه بتاعت الدوله، لانه انت مشيت رضيت تتشارك معاهم في المأساة دي، المأساة اللي قاعد تدمر السودانيين. انت رضيت انه تمشي تخش فوقها وتبقى جزء منها وتشقنا نحن في الهامش، بدل كنا موحدين. ما في وحده حصل، ما حصلت وحده ذاته، لكن على الاقل كان الاهداف بتاعتنا كانت معروفه شنو، وكان خط الثوره كله زي ما بدت الخط كان معروف شنو والهدف شنو. لكن هسه انت مشيت تخلق اعداء جدد، اول حاجه. الحاجه الثانيه، مشيت قسمت الهامش حقك ذاته، يعني انت هسه وكنا عم نقول انه دارين تعريف جديد للهامش القديم والهامش الضيق، هو قصدي انه لانه انت حتكون مستثنى، انت حتكون برا الجغرافيا بتاعت الهامش الضيق، لانه شغلك ده حتى الغريه بتاعتنا شريف حريري ذاته انا مطلعها من الجغرافيا بتاعتك، عشان ما تجي تقول خالد كبير قام قسم لي بالمتر، الغريه بتاع شريف حريري ذاته برا منك، لانه شريف حريري هو ابدى رايه انه الاتفاق ده اتفاق فاشل، والاتفاق ده عباره عن شراكه بين الانقلابيين. خليك من خالد، امشي اقرا كلام شريف حريري عشان ما تجي سكار وحيار وتجي تقعد تنبذوا في الناس ساكت، لكن اتفاقكم ده اتفاق بتاع ناس مجرمين، ناس قتلوا ساكت. بناوي زايد جبريل زايد الطاهر حجر زايد الهادي ادريس زايد الخميس داك زايد منو، كلكم ناس مجرمين وناس ارزقيه ساكت، كلكم مشيتوا. جيتوا قلتوا خالد كبير قال لكم، قال هناي ما قلت لكم يا زول، ما عندي لكم حاجه، عشان ما تقعد تفكر انت لو في راسك في الكلام اللي هناي ده، انت براك مخير يا زول، انت مخير يا زول، انت في راسه حرقص براه بيرقص، لكن ما تجي تتوهم ساكت. وخطابكم بتاع الشتيمه شمال النيل، شريط النيل، شريط النيل ده وقفوا يا زول، وقفوا. قاعد نقول لك لا لا، وقف خطابك ده خطاب سيء، وقاعد تخلق للناس عداوات من ما في، نحن يا زول ما ناقصين مشاكل وما ناقصين عداوات، والبلد دي قاعد نحاول نلمها بالعنصريه والمصائب اللي فيها، قاعد نلمها شوي 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 عشان الناس يصلوا لوفاق، لكن انت مصر الا بس على خطابك وشايفه انه هو استرجالي، ما بتقدر، كل الناس يتملصوا منك، ما بتقدر، لانه انت ده شغل بتاع جهله ساكت، ما بتقدر. والتغيير ما بيحدثوه ناس زي دي، ما بيحدثوه عشان انصاف بتاع هناي، ما بيحدثوه التغيير، ما بيحدثوه الناس زي دي، وما بالصوره دي مع الجنجويت ومع هناك. اول شيء دار نبارك لاهلنا العطاء واللي قاعدين في النيجر في بلدهم هناك، وقدروا بصوره سلميه وصلوا للرأس، ده انجاز كبير لاهلنا العطاء عموما ولكل الشعوب الاصيله في مكان. يعني العطاء في النيجر بكل
بعد حروبات وهنا، لكن يتوصلوا للحكم بصوره سلميه تامه، وده انجاز كبير، وانا بحييهم على الحاجه دي. بنتمنى انه هم هناك في النيجر يهيئوا بلدهم، يظبطوا بلدهم، عشان الجونه هنا، الجونه هنا كمرتزقه ولا جو عشان يستوطنوا معانا، عشان يرجعوا لبلدهم، عشان يرجعوا يكون في مامن لهم. انا بتمنى انه النيجرين الجنجويت الجاي من النيجر هسي خلاص عندهم الرئيس بتاعهم بتاع النيجر هسي زول من برضه من هن العطاوة دي، بعدهم هم ما عندهم مشكلة في النيجر، يعني بعدهم ممكن يرجعوا تاني ويمشوا يعيشوا حياتهم الطبيعية في وطنهم هناك، ويخلوا الناس هنا في السودان يعيشوا بأمان. بتمنى انه الرئيس الجديد بتاع النيجر الحسي ده، الرئيس اللي اسمه بوعزومه ولا بوعزوم، هذول يسعى في الكلام ده، يرجع جنجويده ديل، يرجع نازل، ويقول لهم يا اخي خلاص بعد ده نحن ما في سبب يخليكم تقعدوا معانا في السودان، وارجعوا بلدكم هنا. عندكم اخوكم بقى رئيس في الدوله دي، ورئيس رسمي ومعترف به وجاب صوره قانونيه، خلاص ارجعوا. اما السودانيين ديل هن نحن قعد، وانتوا ذاتوا هن قاعدين هناك ذاتوا في النيجر ذاتوا بيطربوكم معانا صلات دم واي حاجه، لكن الحمد لله سي بلدكم استقرت، بعد ده توكلوا على الله. نتمنى انه الجنجويت اللي هنا القاعدين في السودان الجايين من النيجر، الشباب القاعدين في الجيوش بتاعت حميتي والجيوش بتاعت الوسخ دي، الناس ديل بعد ده يتوكلوا على الله، لانه بلدهم هناك بقت في امان وبقت في يدهم هم. بعد ده ناسهم هم مخيرين يصنعوا لهم واقع عشان يعيشوا فوق هناك في النيجر، جاي من النيجر. كذلك بنتمنى للناس الجاي من مالي برضه يتوكلوا يرجعوا مالي، لانه طالما النيجر استقرت اكيد مالي بتستقر بهناك، وهم تاني ما عندهم سبب يخليهم يكونوا قاعدين هنا في السودان، لانه المناطق دي طالما اتحكمت بناسهم باولادهم بعد ده بكون هم في مامن حقيقي، ويكون حياتهم افضل ذاته. ليه؟ لانه هنا في السودان حيكون في موت، الناس دي حتتموت معاكم للابد، وحتخلقوا فتنه للناس التانيين زي الجماعه بتاع عوض الله نواي، بيحاولوا يلصقوا الهنا التانيين ما هم جزء من المشاكل دي ولا عندهم بعلاقه، بيحاول يلصقهم بالجنجويت. والكلام ده ما صح، الكلام ده المفروض يقف. وهن الرزاقات دي ناس نضاف كتار، ناس نضاف وناس طيبين شديد، وهن العطاوة عموما ناس كويسين وناس مسالمين. اما الجو من مالي وجو من النيجر ده توكلوا على الله، توكلوا على الله طوالي، وامشوا النيجر، وربنا يعدل طريقكم هناك. النيجر بقت كويسه، والنيجر مستغير هسي، والرئيس ذاك زول ولدكم وزول من القوميه حقتكم، وانا سعيد خالص والله. انا فرحت انه هم قدروا لما يتمدنوا قدروا وصلوا لحكم وبصوره سلسه، يعني ده بوريك انه الشعب ده ما الشر ما متاصل في الناس، زي ما الناس عوض الله نواي بيحاولوا يفسروا ويحاولوا يوصلوا الناس. الشر ما متأصل في الناس، الشر ده صفات انت بتكتسبها وخيارات، مرات انت الظروف بتخطك فوقها وتكون زول شرير، لكن في الاصل الانسان مسالم، والانسان بطبعه زول طبعه مسالم. عشان كده الناس الفضلوا في النيجر قدروا بصوره مدنيه وصوره سلسه وصلوا للحكم هناك بنفس الفهم. نتمنى انه الناس عندهم نيه يحكموا في السودان، كان جايين من وين ولا كان جاي من وين، المفروض يتعلموا الدرس بتاع ناس النيجر ده. كل المكونات السودانية المفروض يكون عندهم الفهم والوعي بتاع انه لو دارنا نحكم البلد دي نشوف السبل السلميه، لكن قبل ما نحكم تعال نصلح الدستور ده، ما قلنا قاعدين نقول كده، تعال نصلح الواقع بتاع الدوله المايله. ما ناسين احنا قاعدين في الهوامش برا ولا قاعدين كناس ناس بيهمون عمر البلد دي، ان نقول ان يا اخي الدوله دي فيها اشكال حقيقي. الاشكال ده ما في البني ادمين، مش في الشريط النيلي ولا في الشريط بتاع الغيامه، الاشكال ده في 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 البنيان الاساسي بتاع الدوله ذاته، اللي هو اللي هي بيقول لها شنو السيستم بتاع الدوله ده، هو الاشكال هنا. السيستم ده ما بيغيروه بانه انا اجي اركب فيه ولا ذاك يجي يركب فيه، لا لا، السيستم ده بيتحل وبيتغير بالتوافق، الناس بيتوافقوا ما بالرجاله. ما بقى عشان انا عندي مليون كروزر ولا انت عندك 10 مليون كروزر ونجي ترتيبات امنيه معناها كده نحن حلينا ووصلنا لحلول، ما وصلنا لاي حلول. بل انت جيت قمت جددت الدوله وقمت شقيت الهامش اللي كان يتوحد والوعى والفهم انه يا اخي الاشكال ما في الناس، الاشكال في السيستم، جيت ترجع الناس مليون سنه ثاني ضويه ورا، انه تبقي الاشكال في الناس، والاشكال نحن اتخطينا الكلام ده زمان وقبل وقت الناس بيقوا عنصرين قبل مئات السنين، قلنا لا الاشكال في السيستم، والسيستم هو اللي قاعد يحول عقليه الناس عشان يتعنصر، قاعد يغير عقليه الناس عشان يكونوا هم يحكموا حادي، عشان هم يستفردوا بالسلطات، يستفردوا بالمال بالثروه، ده السيستم.
السيستم ده ما بيغيره عشان يجي خالد كبير ويطلع اسحاق من هناك، ولا يجي اسحاق ويطلع خالد كبير من هنا. السيستم ما بيتغير بالفهم. قلنا للناس يا اخي طالما قام الثوره حقيقيه في السودان، عرفت؟ الثوره دي ضخوا فوق الدماء بتاعت الشباب والبنات والشابات الكنداكات، كل الناس مرقوا في الشارع ومرقوا وقدموا تضحياتهم. ونحن كنا قاعدين، الناس اللي قاعدين جوا اجبرناهم وحرضناهم منه يمرقوا يكونوا جزء من الحراك الثوري، لانه الحراك الثوري المرق والشاق الشارع كان حراك بوعي. لكن الحراك ده انتكس، سبب النكسه ذاته العنانيه بتاعت الناس، وسبب النكسه ذاته الغياب بتاع الوعي ذاته، يعني عند القياده ما عند الشارع تحت. الشارع كان وعي تام، ناس كشة وناس منو غيره، كان شباب واعيين وناس عباس وناس عظمة، كان شباب عنده رؤية. لكن القيادة بتاع التجمع المهنيين والقيادة المتمثلة بإعلان الحرية التغيير كان عندهم برنامج مغاير. البرنامج المغاير ده اتحكموا فيه جروبات، فيه ناس من ضمن الناس اللي كانوا فوق، ناس الحبوط الناعم دي، الناس مناوي دي الزرق دي، هم أعداء السودان، هم أعداء الثورة في السودان ذات. أسي ناسهم وجدادهم وكلابهم ديل بيجوا مارقين يقول لك إنه يا أخي أنت بس مصير تهاجمنا. أنا ما بهاجمك، أقرأ كلام شريف حريري وريك الحاصل شنو. أقرأ كلام شريف حريري أفهم إنه الإشكال وين. أقرأ أمشي أفهم، أسأله شريف حريري ده يقول له ليه أنت معترض على الاتفاق حقنا ده. أمشي أفهم منه، ما شريف ده ما زولنا صح؟ امشي اسمع من شريف حريري، خليني زيره بجاي. مش اسمع على شريف حريري بقول لك شنو، بقول لك انه الشغل بتاعكم ده شغل بتاع عيال ساكت من غير وعي، والشغل بيدمركم ودمر الهامش ودمر وحدة السودان، ومصرين انه بس تمشي بنفس الكيفية ونفس العقلية، وما قدر تغير ولا شعره ولا حتى الخطاب ذات. والاستفزاز لسه متواصل من الناس ومن الجهلة بتاعنكم دين، من الطير والحشرات. انا بقول الحشرات دي الطير دين، عرفت؟ الناس اللي بيجي بيشتموا النازل عشان ما تجي تقول لي قال فلان، شفت حشراتكم ليل اللي بيجي بيشتموا الناس وبيجي بيسوي ده الحشرات. انا مصير على الكلمه دي ليوم الدين، دي الحشرات. الناس اللي بيجي بيسيوا للنازل وبيجي بيسيوا للهامش حقتنا ولحواضننا، وبيسيوا للناس في كل مكان، وبيسيوا لقضايانا ذاته، دي الناس حشرات وناس ما عندهم قيمه. والشعب السوداني ده يوم من الايام حيدفعهم اتمن، حيدفعهم اتمان وحيشوفوا حتى ذاته. يعني ما بيكونوا مرغوبين في المجتمع السوداني. ما تفتكر انه انت عشان جيت كوركتها وجيت شتمتها وعشان انا داعم الطير حجر الليله وكورك وانا طير حجر وهنا ما بتدوم لذل. احسن تبنوا علاقات مع الشعب السوداني ده، علاقات بتكون مبنيه على الـ على الـ على الحقوق. عرفت؟ انت شيل حقوقك وادي الناس حقوقهم، وما تسمع الناس كلام شين عشان الناس ما ينفروا منك. وفي نفس الوقت انت بتفتكر انه الناس يعني انت بتمثل الناس. طبعا في ناس طالحين نفسهم انه هم بيمثلوا الكل، لما تيجي تقول له انت الفوضك منه يجي يقول لك لا انا فوضت نفسي. انت تفوض نفسك تمثلنا نحن، وتمشي تسوق خطاب عنصري عشان الناس التانيين. في ناس ما عندهم علاقه، في ناس اتولدوا في غرب السودان ما عندهم علاقه بالصراعات والحركات والمصايب ده. كميه من القبائل الافريقيه والقبائل العربيه ما عندها علاقه ذاته بالصراع حقهم ده، بالوصف حقهم ده ما عندهم بيوي علاقه. الناس اللي قدرت تدفعهم تمن بتاع الخطابات العنصريه بتاعتهم، ده اللي قدرت تدفعهم تمن بتاع خطاباتكم انتم. ما تحترموا الناس، احترموا الاقليات، احترموا الناس التانيين، الناس المختلفين منكم، احترموا حقوقهم. هم ذاتهم عندهم راي في الوطن، هم ذاتهم عندهم راي في في في, في السودان. احترموا الناس دي. ليه انت مصير طالما انت تمردت هنا، ليه انت مصير حتى تسيل الناس تجبر الناس ينفصلوا؟ انت ليه مصير في الكلام ده؟ انت ما تفكر في غيرك؟ انت مش كنت عندك حقوق دايره ومشيت قعدت في الترابيزه واقتنعت انه اتفاقك ده عادل وبالنسبه لك واي حاجه؟ اوكي. لكن ليه دار تخلق اشكال للناس التانيين؟ احنا ما اعترضنا انك انت مشيت قعدت ولا ما قعدت، ده شيء بخصك انت وبخص الزول اللي فوضك ذاته. عرفت؟ لانه احنا هدفنا ذاته الزول اللي قعد معك والزول اللي اداك التفويض واحترف بيك ده، احنا دارنا دار نسقطه هو ذاته. هو ذاته نسقطه هو ذاته. الزول اللي قعد وقبل يديك انت ذاته بصوره عنصريه وصوره وسخه زي دي، يقوم يحاسسك، يديك محاسسات زي ما بيقولوا الحمار الاعظم، يحاسسك في يديك محاسسات ويقوم يتقبلك ويقوم يجيبك بكل ما فيك، عشان تعرف انه العقليه المركزيه لسه مسيطره على الدوله. عشان كده بنقول ما سقطت. والعقليه العنصريه دي هي سايقاك انت وقاعد تثبت بك نماذج حقيقيه بتاعت العنصريه بتاعت التخلف. قاعد تثبت بك نماذج لشنو؟ للحقد. لانه انت براك بتجي ناسك بيمرقوا حاقدين، ده حقد، ده
احنا نازل قمنا بسوره، ما قمنا عشان يجينا ناس حاضرين، ما قمنا عشان يجي وما عملوا معك سلام. لو هم عملوا معك سلام عشان تجي تفيد افرازاتك، ده يبقى ده ما سلام، ده كلام فارغ سكت، ده كلام فارغ سكت، ده كلام فارغ ساكت. انه جدير شو اتقتل وناس مجرمين جايين هنا، وامشوا تاكلوا السراج. ما تجي تقول خالد كبير قال لنا ولا ما قال، امشوا للسراج تاكلوا. لكن لو السلام بيجيب ناس افرازات وبيجيب لنا ناس زي ده، ما سلام ده يا زلمه. جيب لك ناس دارين يقتلوا ودارين يسووا، ده وين ده يا زلمه؟ ده وين ده يا زلمه؟ وداير ذاك داير ينتقم لنفسه هنا، ليه شنو يا زلمه؟ انت منو انت؟ انت شفت شنو ذاته؟ يقول لك انت تعذبت بيتين ذات، تعذبت بيتين انت. فشفت شنو من العذاب ذات؟ وشفت شنو؟ ما تقعد تتوهموا ساكت وتقعدوا تزايدوا على الناس ان انتوا الوحيدين اللي عانيتوا، وانتوا الوحيدين اللي بتستحقوا الحاجات الجايه، وبتستحقوا انه الدوله دي بتحققكم، انتوا بس قصدتكم انتوا. ما في كلام زي ده يا زلمه. وامشي اقعدوا مع شريف حريري يوريكم الكلام. الدوله دي الناس كلها مظالم يا زلمه، ومظالم للسيستم، ظالم السيستم ده هو المفروض يتغير. والحرب ما بتكون مع الناس، بيكون الحرب في كيف نغير السيستم ده، وكيف نجبر الناس المستفيدين البريفريجل مستفيدين من الـ من الـ من السيستم والعنصر ده، نجبرهم انه هم يغيروا معانا ذا، مش عشان ننتقم منهم ولا ينتقموا مننا ولا عشان الحرب تكون مستمره. ما في كلام زي، لكن احنا بنجبر الناس انه لازم هم يكونوا هم ذاته بيوعوا، ويوعوا بضروره التغيير الحقيقي، التغيير اللي بيضمن وحده البلد، مش بيضمن تشدد البلد. ولما نجي يقول لك هنا، يقول لك انت يا اخي احنا دايرين ننفصل، تقوم تزعل، تقول له عنصري، انا دايرة تنفصل مع خطابك، منو داير عيالي ما بخليهم تقتلهم ليك، ما بتقتل جناي انا شايف. انت قتلوك هنا، قتلوا لك جناك هنا، قتلوا لك ذاك السي، انت ما متحالف معه، انت هو قاعدين صح. كان هو جنجويد، انت جنجويد، كان هو قاتل، انت قاتل، لانه انت اسير رضيت، وزول قتل لك جناك واغتصب لك هنا، قبال ما تحاسبوا لي حاجه جريت. مشيت قعدت معاه وقمت بست رجلينه وجيت جريت جوبه ومشيت وجيت قلت عفيت، قتل عيالك هنا. لكن ما كل الناس رخيصين، ما كل الناس عيالهم رخيصين بالنسبه لهم عشان يعفوا بس في دم جناه وساكت. هذا كلام زي انت عفيت حقك ده انت وجنجويتك غادي غادي، لكن الناس الثانيين دول لو استشعروا هي قطر هم من حقهم يطالبوا طوال، يقولوا وي احنا والله دارين نتوكل على الله. انت تمشي تشاد، تمشي النيجر، محطه الصيغه انت مخير. وكان مشينا تشاد ماله كلنا رحكم تشاد ذات، مش اقرب لنا تشاد كلنا رحكم تشاد. تشاد ما بلد، بعدين ناس ولو هو القصه هي بس انه لازم انا اكون ملصق في الاتجاه الفلاني، مش قول دايرين نبقى دوله نلصق بلدنا دي في دوله، رحكم تشاد كلنا رحكم تشاد. قال ما بتشاد ده منو ذات؟ كان كل يومين ذاك جا قال تشاد، يقول انا ما انت رح تشاد ماله تشاد ما ناس ما بشر رحكم تشاد. ولا قيل ده ساكت بس تصروا تلصقوا في جلاليب الناس، وكي تقول لك لا خلاص انا جلابي ضربت عزت انا ما دايرك ذا، ما انت وصلتني لمرحله زي دي، انا ما دايرك يا اخي، انا ما داير معك سودان ذا، ما داير معك اي حاجه اسمها السودان، شيل بلدك شيل دارفور تعبوا مني امشي. امشي يا زلمه، ما امشي عيش هناك، امشي عيش براكم لو بتقدر، ما بتقدر امشي عيش في الاريا الجغرافيا الضيقه بتاعتك، ما بتقدر، لانه انت ما انت انت عقليتك وتفكيرك كله وحياتك كلها بس في الصراعات، ما بتقدر تعيش بامان وما بتقدر تعيش من غير يكون في صراع حقيقي. عشان كده هي حلول جذريه في الدوله دي، انت بتكون من اوائل الناس الرافضينك، انت وحميدتي وغيرك والبرهان وياسر العطا وناس الكباشي والجيش السوداني اللي طلبت ارباعه الغاده بتاعهم، مش الجنود، الغاده كلهم. هسه انت بتيجي تقول الغاده دول كلهم عنصريين، الغاده دول هم الحس هم تقبلوك وجوا وخدتوك معاهم ودخلوك معاهم عشان تبقوا عنصري زيهم. وانت لو ما عنصري ما كانت تقبلت انك تكون بس تيجي زياده عدد. وكان ما رضيت انه يا اخي، وكنت قلنا لك حلولنا نحن في الجيش ده انه نغيروا الايديولوجي بتاعه، مش عشان نزيد الناس ولا ننقص الناس، نغيروا التفكير بتاع الجيش السوداني ده، بدل يقتل المواطنين، بدل يقوم يمشي يخلق فتن في بين الناس، تعال نغير الايديولوجي بتاعه. لما نغير الفكره بتاعت الجيش، الجيش بيبقى جيش وطني وبيكون بيحمي كل الناس. الجيش ثاني ما في سياسي بيستخدم عشان يقتل زول ولا عشان يدخل له ايديولوجي اسلامي ولا عروبي ولا كلام فارغ. لكن قلت لا، قلت نو، عشان تعرف انت زول مجرم كيف، قلت نو. وناسك الطير ديل والحشرات ديل هسه يقول لك خالد كبير زول عنصري وزول عنصري، انت قلت نو، انت قلت بس بتدخل لك 10 15 ليو في الجيش ده وفريق في الجيش ده وخلاص. معناها عملنا شنو؟
معناها محافظين على نفس السيستم ولا نفس المؤسسه هي مستمره ماشيه. المؤسسه اللي قاعد تقتل بكره بترسلكم انتوا تجونا هناك في جبال النوبه ولا تجوا لعبد الواحد نور هنا في جبل مره وانتوا مستعدين لانه انتوا ناس ما بهمكم. وقلنا لك وانت فاهم للاسف انت عارف انه الاشكال وين. لكن انت ما داير الحل السليم، انت بس داير تكون انت زول 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 مجرم. داير بس تعيش على المشاكل، تختار على المشاكل بتاعت السوداني. وده وفي نفس الوقت انت بتدعي انك انت دار تجيب سلام للمواطنين ودار تلم النازحين حقينك واهلك وناسك ودار تلم نازحين الناس التانيين لانه انتوا قسمتوا الناس. والدليل انه حس السلام بتاعكم اقسم بالله والكلام ده ما يفترى وحتشوفوا زي ما 2005 وقت كان الاتفاق ده تم وقت انه يكون طبعا بيجوك الحيوان بتاع هنا ما اتذكر الكلام ده ولا بكون الوقت ده بكون عيل صغير. 2005 في المفوضيات الغفير الكفر بتاع المفوضيات في الولايات الغفير الراتب بتاعه بيجي من الـ من الـ من البتاع بتاع السلام بتاعهم دي الغفير بتاعهم مرتبه اكثر من زول جمعهم وعنده السكرتير بتاع المجلس الوطني غفير في 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 الفاشر غفير في الفاشر بياخذ مرتب اكثر من سكرتير في المؤتمر الوطني عرفت في المجلس الوطني مش المتنظم بياخد مراتب اكتر من سكرتير في المجلس الوطني. الكلام ده مش هتقوله من نوع ده يقول لك الكلام ده كذب ولا صحيح. والسكرتير قاعد هناك له سكرتير قاعد هناك قاعد في الخرطوم هسي سكرتير عشان ما من هناكم طوالي القروش اللي بياخدها الراتب الشهري سكرتير في المجلس الوطني اقل من غفير في القريه في الفاشر برا أقل من غفير بس عنصرية بس عنصرية. ولما الناس يجي يفتحوا شو ما تقولوا للناس عنصرية لكن انتوا ناس عنصريين وناس كلاب. وده أمشي له أسأل الغفير أسأل السكرتير يوريك الكلام ده خليه يقول لك خالد كبير كذاب سكرتير هسه قاعد في الخرطوم. بعد ذاك الجيش ذاته الجيش الجي في 2005 فيه ناس مشوا ماتوا في الدهب في 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 الشماليه دي الشماليه الناس ماشيين تقول اجل في ناس والله اضطروا عشان ياكلوا مشوا بيجوا يحفروا دهب في ابو حماد وفي ناي عشان ياكلوا وفي ناس ماتوا هناك من ضمنهم في واحد اسمه حزين ده كان عيل صغير عرفته وجايبينه معاه من الجيش وكان بيجينا نحن في البيت مشى مات والله مات في الدهب مات في الدهب حزين ده عيل صغير ومن الجيش حقك ومشى مات فينا خليك من الناس محمد نمتيا الدرطوم في المهندسين اتكسروا وبيجوا يطاردوا مع الحكومه عشان الحكومه تعاليهم خليك من الناس حامد انديلا وناس منو وحرسك وخمداراتك ومصايبك ده كلهم المشوا رجعوا قريضك مشوا المشوا خشوا البحر والجو امريكا جو امريكا كله عنصريه ولما نزل يجي يقول لك هنا والكلام ده جوا جيشك ومشوا اقعد امشي اقعد قول خالد كبير ده كلامه كذب ديل ناسك ديل حرسك انت ذاتك وهسي بنفس الفهم ده الاتفاق ده مالكوا انت براك مملكوا لناسك ديل وماشيين براكم بعدين ما تجي تقول لنا تخلقوا عداوات للناس وتشيلوا القصه دي لشعب دارفور بريئه منكم وما عندها علاقه بكم وده اتفاق عنصري واتفاق غبلي واتفاق معروف حق منه وماشي يكون مصالحه في خدمه منو ذات الناس يفهموا الكلام ده كشعب سوداني عم والجيش ده هو الفرض النازل علينا نحن الجيش ده هو رضا انه يدين يقسم الناس يديم عشان هم وعارفهم انه هم حيمارسوا نفس الاشكال عشان كده عمك الكبير الشيخ اللي كان مرق وقام قال انه بيقول لحميتي انصفتنا وما انصفتنا والاتفاق ده بيننا وبينك وعمك كان صادق عرفت عمك ده صادق لانه الاتفاق ده بين مكونين عشان ما تجي تقول لي خالد كبير الليله بين مكونين وامشي دين عمك ده ما قبل ما تجيني انا امشي لعمك اللي قال الكلام ده قبل ما تجي تقول لي هنا انت قاصدنا امشي لعمك ده عمك قال شنو؟ عمك الفكيل قال انه الاتفاق ده بينه امشي لعمك مش اسمع منه عشان ما تجي تسوي لنا طابور ساكت وتجي بعدين تمشي تخلق فتنه وتشيلوا على شعب دارفور كله شعب دارفور بريء من الوسخ ده بريء من الاتفاق العنصري بينكم وبين الجنجويد ده وانتوا وحكومتكم بتاعت البرهان وناس حمدوك والناس الرضو كلهم يكونوا شركاء معاكم هم بيتحملوا المسؤوليه ولو حصل لي انتحاك الناس اللي في الشمال الكبير ولا وين الناس اللي عرفوا انه الجيش جاب لكم ناس قتلوهم ده لو حصل لا قدر الله
لو حصل ايه انتحاق عشان ما تمشي تقتلوا الابرياء ساكت من شعب دارفور المساكين الناس المظالمة اللي اضطروا يمشي يهاجروا في المدن في اقصى الشمال والاقصى الشرق والاقصى اليمين عشان يحافظوا على عيالهم عشان يعيشوا عشان ما في زول ينتحيكم ساكت عارفوا الناس الكلام ده نصيحة للي عشان نحافظ على شعبنا وعلى قبائلنا الثانية الناس اللي عملوا الاتفاق ده سلامنا معروفين الناس منو واسألوا الجيش واسألوا الناس واسألوا عمنا شريف حريري عشان يوريكم الاتفاق ده شكله شنو صار عشان ما بعدين تجي تعملوا اتاك للناس ساكت والناس اللي قاعدين في المدن والناس اللي دارين يعيشوا في ناس عندها عيال دارة تعيش وانت بتجي تقول لي انا دار احرر يعني شوف الشيل المفهوم الغبي يقول لك دار نحرر تحرر منو يا اخي تحرر نفسك من عنصريتك انت اذا تحرر من نفسك انت ذاتك تحرر من الغوغاء بتاع تفكيرك الوسخ انت اطلع من قبيلتك انت اطلع من نفسك انت يقول لك قال داير نحرر الغرب السوق ما داير تحرير يا اخي انسان الغرب ده محرر وعارف مشاكله وين ومشاكله ما عنده علاقه بالتحرير ذاته كان ثقافه الناس اللي محافظين على ثقافاته ولغاته ومصايبه تحررهم توديهم وين انت عشان تعمل شنو انت ذاته وانت منو ذاته عشان تحررني انا انت تحرر في روحك انت داير تجي تستعبدنا نحن كلنا عرفت احنا ما عارفينك ونحن يعني انت بس افهم زول انت الله خلق لك العقول اللي انت عشان يجيك الحشرات دي يجي يقول لك قال اولو اني انا قاصدنا ما قاصدك انت لكن انت عمايلك هنديلك وانت قاعد تسير البلد دي نحن بهمنا وحدتها نحن ناسنا مشتتين في عموم السودان عرفت الناس دي متعايشه وعامله علاقات في جميع بقاع السودان في اقصى جنوب كردمان اقصى جنوب السودان اقصى الشرق اقصى الغرب اقصى الشمال الناس مشتته ويتعايشه صح في انتهاكات قاعد تحصل وانتهاكات فرديه الجيش ارتكب مجازر وقتلنا نحن جيش قتلنا نحن ثم تجي الغرة دي امشي وراح تشوف غرة بألف عرفت الجيش هذا الجنجويت الحسي انت براتهم ديل دي قتلونا نحن عرفت اروح شمال اروح بس جنوب جنوب شمال جنوب غربي دارفور اروح شوف المناطق هناك اروح شوف المناطق شوف الموت بس عشان ما تجي تكذبوا ساي وتفتكروا انه الموت ده حصل بس في التجمع الموت ده حصل بجاي والناس ديل مساكين والناس اللي قال لنا ما شايلين حق في لي اتجاه لي مكون ما في زول بيمرق يقوم بيقول يا اخي نحن دايرين نقتل لا نحن دايرين عداله نحن عارفين الناس القتلون والسيستم ده عنصري نحن دايرين عداله لشعبنا نحن ما دايرين بسط الطيب عشان فلان يبقى وزير ولا علان يبقى حاكم ما دايرين كلام نحن شعبنا داير عداله نحن ما دايرين حق زول عرفت دايرين عداله عديل انصاف لشعبنا نحن لضحايانا لملايين الماتوا ديل دايرين انصاف لهم دايرين انصاف للناس بتاع موجر ديل عرفت لبندسي اروح دايرين انصاف للناس ما دايرين عداله ما دايرين وزاره احنا دايرين حقوق دايرين انصاف دايرين دم ناس قتلوهم ناس عزل جقدروهم وبلوهم وطلوا ميتينهم عرفت دايرين عداله للناس احنا دايرين حاجات بتضمن لنا انه الجرائم دي ما تتكرر في اي منطقه لا في اقصى شمال السودان لا اقصى جنوب السودان ولا لا اقصى شرق السودان دايرين ضمانات الضمانات دي كيف اللي بإعادة هيكلة الدولة الحسي انت جيت جاري تركب فوقها ودار تحميها دي الضمانات تعادنا نحن تعاد الشعوب السودانية الثانية في كل بقاع السودان ما بيلقوها عشان يكون هم آمنين في المستقبل الجاي إلا بإعادة هيكلة الدولة السودانية دي نحن مصرين على الكلام ده لكن انت مصير لا مصير على حتة دي انه انت تمشي ترمم الدولة اللي قتلتنا نحن عشان بكرة انت تستخدم الدولة دي تقتلوا بها اتجاه ثاني والكلام ده الشعب السوداني الكبير في ناس ما واعيين به فينا شايفين انه الكلام ده ما بيبقى لكن الدوله دي طالما هي ماشي عارجه حتقع وقعدها دي معناها حتقتل ذول عرفت الدوله دي ما ماشي عارجه ما هي قتلتنا نحن بيجا صح بنفس الفهم بيركبوا ناس ثانيين وبيسوقوا الاتجاه بيغيروا هنا لا 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 الزاويه مش يقتلوا ناس ثانيين لكن لو في عقل في السودان ولو في ناس فعلا جادين ومصرين انه الحاجات والانتحاقات اللي حصلت والموت والمظالم اللي حصلت في حقوق الناس انه ما تتكرر في جهه فلا بد من هيكله الدوله السودانيه هيكلتها بمؤسساتها كلها مش الماليه مش عشان يدوكم 100 مليون دولار ولا يدوكم هنا عشان تتبقى وزير ماليه لا هيكلتها بهيكله الدوله ذاتها بالمؤسسات السياديه كشرطه كجيش كجهاز امني كشنو المؤسسات اللي قاعد تفرض قرار القتل وقرار الجهاد وقرار المؤسسات دي لابد ان تهيكل تتهيكل من جديد تترمم مش تترمم بتغيير اشخاص لا تترمم بكتابه دساتير جديده بلوائح جديده بمفاهيم جديده بخطط جديده عشان يكون عندها سيستم مش سيستم عنصري يكون عندها سيستم حامل لكل الناس ومستوعب كل زول في السودان عشان ما نمشي نقتل زول ثاني
ما بكره البشير فات ممكن يجي خالد كبير بنفس العقليه بتاعت الدوله القديمه، انا مش هقتل لك ناس ثانيين، بمشي بقتل لك باي ما كذب. ما هي اصلا مبنيه على الكتب، مبنيه على انه يا زول خالفك في الراي انك انت تكتبه، مبنيه على اي زول قال لك انت كذب معناه زول لك قاصد انت ما من هنا، مبنيه بالفهم، مبنيه بالاخصاء، مبنيه بالعنصريه. يلا السيستم بتاع الدوله ده لو ما عادنا حكلته ما بيكون في مستقبل للسودان، وما في زول بيضمن انه لو الدوله دي ماشيه كده بنفس العقليه الهسي جوا الناس الهسي يقول لك ديل محتلين وما محتلين. بعد 50 سنه، بعد 20 سنه، بعد 10 سنه بيجوا ناس من اقاليم ثانيه من شمال السودان ولا من شرق السودان بيجوا بجيوشهم بيجوا خاشين الخرطوم دي بنفس الفهم بنفس العقليه، والناس اللي حيكونوا مسيطرين في الدوله في الوقت ده حيقول لك انه ديل محتلين، ديل جايين من اريتريا، ديل جايين من مين، بنفس العقل بنفس الكيفيه. فبالتالي الصاف الحلول دي ما 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 حل ما حل. هسه تشيلوا ال 100 مليون دولار دي وحتمشوا، لكن ما بتقدر، لا بتقدروا تحكموا في مكان، لا بتقدروا تنفذوا برنامج، لانه انتم ما عندكم برنامج، لانه برامجكم كلها نيه. القروش حتشيلوها حتقسموها بين ناسكم ذل، وحتجددوا كروزراتكم ومصايبكم، والدوله حتعلن افلاسها وحترجعوا حتقبلوا، وكل اللي بيدفع الثمن الحاجات ده المواطن السوداني. كل الجهل بتاع الحشرات ديل بيدفعوا المواطن السوداني، بيدفعوا الاطفال الصغار والمساكين والنسوان والهناي والارامل، هم اللي بيدفعوا الثمن. ما بيدفعوا هم مجرمين، العيال قاعدين في المانيا، العيال قاعدين في فرنسا، العيال قاعدين وين؟ هم ما بيهمون، هم بس بيهمون التجدير. عندهم حمير شغال لهم في 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 مع مع حفتر ومع سراج بيدخلوا لهم قرش. وعندهم هنا الدولة السودانية مع تحالفهم مع الجنجويد برضه قروش. لكن هل الإنسان اللي أنت أشيلت قضيته وكنت بتتكلم باسمه ده، أنت عملت له شنو في قضاياه؟ يقول لي عفيت، عفيت له وعفيت له حميتي، عفيت له الهناي ودارين صلح مع المؤتمر الوطني، أنت منو؟ السؤال هنا أنت منو والكلة فوقونا عشان تمشي تعفو بدمانا نحن؟ أنت منو؟ انت منو انت عشان تيجي تقول انه انا عفيت الدم بتاع هنا؟ انت منو؟ عم بيجيك يقول لك قال قاصدنا، قاصدك شنو يا اخي؟ انت ذاتك دمك عند الزول اللي قاعد بيدفك دمك. انت افهم يا اخي، وانت جاري باستعجال وبغباء ماشي تقعد تشتم في النص. في حين انه انت الدوله دي ممكن تحكمها زي حسي الزول بتاع النيجر ده، الحاكم بتاع النيجر ده، حكم بصوره سلسه. حكم براعه بفهم بعقل. هسه عندك يا زول من حنا البقاره دي ولا هم القوميه طبعا هي كبيره خالص، وهم شعوب يعني من اعظم الشعوب في افريقيا، الشعوب دي قدروا وصلوا لحكم بصوره سمحه، وده بيرضي كل الناس وكل الطوائف. في غني انا عملت لها شير في صحاني، الزول شدة ما مقبول والناس بيغنوا له بالحوسه وبالكانوري، بيغنوا له بالعربي، بيغنوا له بغريب الخمس ست لغات، بالفلاته وبيغنوا له بالامازيغ. ليه؟ لانه وصل بصوره سلسه، بصوره رسميه وصوره كويسه، وصل للحكم وحيحكم كويس، وانا متاكد الزول ده حيكون عادل. عرفتها؟ لانه حكمه ده واضح انه حيكون عادل والناس راضين به ومش. لكن هسه انت تقدر تحكم دارفور وجاي يقول لك حاكم ده، تقدر تحكم وين؟ تحكم وين؟ انت بس قارن، قارن بين الاثنين، انت قارن بين العقليه دي والعقليه دي. ما بيقوم لكم حكم في السودان. وكان حكمتوا بالرجاله، ما بتحكموا، ما بيستمر حكم بالرجاله. الشعب السوداني ده البشير جرى فيه بالرجاله ما حكموا. لو 30 سنة الناس كل يوم بكوركو 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 لحد ما صدق. أنت ممكن تحكم بجيشك ديل ومصايبك ديل تركب في ظهور الناس، لكن فترة معينة حتسقط، حتسقط. لو الليلة، لو بكرة، لو بعده حتسقط. لأنه لا 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 الحكم ما بيستدوم بالعقلية دي. والحكم ما بيقوم بالإرهاب، إرهاب الناس. والتدخيل الرعب في الناس، تخويف الناس هناي. يا أخي الناس خوفونا، البشير ده خوفنا عديل نحن. بالطيران ده الكلاب بيقوموا يسمعوا صوت الانتنوف ده بيقوموا جارين. كلام ده انا شفته بعيني ولا عقلي ولا عيني. الطياره بتيجي ما شافوك مرات بيجوا ارهاب ساكت للناس، ما قاصدين يقتلوا على الاقل، بس يدخلوا الرعب في الناس. نحن شفنا كلام زي ده، عيالنا شافوا الكلام ده، البنات الصغار الاطفال. لكن ليه انت داير تتمنى انه ناس ثانيين يشوفوا الرعب ده؟ ليش؟ انت ما حصل صح؟ حصل رعب عندك وهناك، لكن ما ممكن الكلام ده ما يتكرر. ليه بس نتمنى انه الناس التانيين هم برضه يذوقوا من نفس الوقت؟ طالما ممكن الناس يتفادوا الكلام ده بصوره
كويسه ليه بس تتكرر؟ الناس في امريكا هنا لو كان دارين العبوديه دي السليفري وما هنا لو الناس كان بيفكروا كده كان بيقولوا انه البيض ذات لازم يذوقوا العبوديه هم ذا. ما هنا مش الا سيفل رايت موفمنت نجح واي حاجه، لكن ما في زول بيفكر انه يا اخي طالما انا انت اذيتني بنفس الاذى انا بجي بعزيك بنفس الاذى. كلامنا ما كويس، ما في حل. اسحي من كده والناس وجماعته وموسى هلال وناس ديل قتلونا نحن. عرفت قتلوا مننا 300,000 ولا 400,000 على حسب الامم المتحده، ونحن بنقول اكثر من كده. يعني انا حاسس نجي نقول انه يا اخي العداله بتاعتنا ضد ناس حميتي وموسى هلال تكون بنفس العدد بنفس الكيفيه انه هم قتلوا مننا ونحن نمشي نقتل نفس العدد من اهلنا ديل. ما في عداله بتقوم زيد. ما في. ونحن ذاتنا لو خطابنا بيكون يعني الناس لو 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 لو, لو فهموا ولا لو سمعوا ساكت انه نحن بنفكر انه زي ما هم قتلوا مننا 300,000 لازم نقتل 300,000 من حنا العطاوه ده، بيبقى ما في سلام، ما حيكون في، ما بتكون في حياه في السودان. بنقتلوا ويقتلوا، بنقتلوا ويقتلوا، ما بيكون في حلول. لكن انت بتقول دار تجيب سلام، وفي نفس الوقت انت شاير رساله بتاعت انه انت زي ما قتلوك دار تقتل، زي ما اغتصبوك دار تغتصب، وزي ما عملوا لك دار تعب. ده وين ده يا ناس؟ انا ما عارف انتوا بفهموكم كيف، ولا الناس السايقينكم ديل فهموا شنو ما معروف. لكن ما في سلام بقوام زي السلام ده بشر مش ساي. لما يجوك طبعا ديل عاملين فيها هم بيعرفوا لغه عربيه، يقول لك اسم من اسماء الله الحسنى، اسم من اسماء الله، ما اسم من اسماء الله ولا الله قبل. عرفت؟ ما في ده. ما انا ما قاعد معك في جامع عشان تقول لي السلام معناه اسم من اسماء الله الحسنى والكلام الفارغ. السلام ده هو احساس. عرفت؟ انت بتدخله جوا الناس انه تحسس الناس انه في امان، انه في سلام. لكن كيف؟ بين الحيوان اللي اسمه شو تايم ده؟ ولا بيهمنوا؟ ده شنو ده يا ناس؟ وما داير نقول الباقيه لانه هم نفيرات. كان شو تايم هم من الناس اللي اسهموا في الثوره السودانيه وقدموا، والناس كلهم يعني انا كنت من الناس اللي بسهر الليل بقعد بحضر له وبشير له حاجات، لانه هو من الناس اللي اسهموا، ولا انا مقدر تضحياته والحاجات اللي قدمها وبذل جهد كبير. لكن انت كس ال ال الحاجات اللي حصلت له في الخرطوم دي، ده شيء طبيعي. انا كانت مره تكلمت مع شباب قلت له يا اخي طالما انت وصلت رسالتك البلد دي لسه ما سقطت، انت وصلت رسالتك بعد عام النايم ليه؟ لانه انت ما بتضمن انه هل كل النظام سقط، كل الناس دي اللي هم معك، انت ما بتقدر تضمن. انت وصل رسالتك وعامل نايم، لكن هم يتمادوا، هم بيفتكروا انه لا القصه دي منها. لا لا، الخرطوم دي ماكلي، الشمال لا، الناس دي ماكلي، النظام بتاع البشير طريقه توغله وتغلغله في المجتمع اكبر مما انت تتخيل. يعني انت ما انت بتفتكر انه ما بتحصل؟ لا لا يا زول، اسي بين الناس الجدد، انتم ما تستعجلوا. لا تفتكر الناس زي انتم ارجل منهم. ما تفتكر كده، لكن انت ممكن تحقق حاجاتك طالما عندك اتفاق وعندك منافسته، حاجاتك اللي انت رضيتها وشايفها في الهنايه ده انت بصوره سلسه انت بتصلح. لكن لو بديتوا بالعلاج ده انت بتخلي الناس يكرهوك. حتى الناس اللي انتم بتفتكروا منهم هم تابعين لجذورهم، تابع عليكم ولا جذورهم بترجع لغرب السودان، حيجيبوا ضدك. ليه؟ لانه انا ما داير كلام زي ده، انا ما داير موت هنا. صح في موت هناي، لكن احنا دايرين عداله، دايرين ننصف الناس الناس اللي قتلوا الناس ذات، دايرين ننصفهم. ليه قتلوا الناس اللي خشوا عداله حقيقيه؟ مش عشان تجي تقول لي انا عفيت البشير والبشير قاعد في قبر. يسالوك الناس طعم بره بيسالوك تقول له الله، بس دارين محكمه جنايه. ما دار محكمه جنايه انت، انت ما دار عداله، انت دار الواقع ده يستمر بنفس العقليه، دار الموت ده يستمر، ودار انه انت تعيش كده. وما بهمك دماء الناس، عداله تقوم ما بهمكم، ما بهمكم نهائي، ولا بهمكم ذاته ناسكم اللي بيقولوا الله لا هاي لا هاي. بس ما في كله كذب ساكت، وكله كلام زايد وضحك على الدقون وكلام فارغ ساكت. ماشي لشغل لمين يا خال؟ ودي الناس زي اللي خليهم شو الله هاي. شغل لمين بتاع شنو؟ شغل لمين ذات يوم وقف معنا دارفور دي ساكت؟ مع ناس جالسة قاعدة تقول لي دارفور دي. شغل لمين ده وقف معاكم وين ذاته؟ كان طلبة، كان هناي. الشغل ياغوت ممكن. شغل لمين ده ماشي له بصفته شنو هو ذاته؟ شغل لمين ولا شغل قيامه ذاته؟ الآن بيجوا ناس بيزعلوا، شغل لمين أنت ماشي له ولا شنو ذاته؟ وانت بدل تمشي لضحاياك وناسك اللي انت بتتكلم ماشي لشغل لمين؟ الخرطوم دي ما فيها المجمعات بتاعت القبائل بتاعت دارفور دي كلها. عرفت؟ والقضيه بتاعت دارفور دي وقد سجلت في الامم المتحده الانتحاكات، سجلت باسم ثلاثه قبائل.
بتمشوا للقبائل الثانيه الاثنين الثانيات ناس ماشي لقبيله واحده، بتمشوا ما تمشوا للناس ذاك عرفوهم بالسلام حقكم، عرفوهم امشي للقبائل الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه السادسه القبائل اللي معاك في دارفور مكونات دارفور، امشي امشي وروهم، امشي وثقفوهم قول لهم يا اخي السلام ده كيت 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 الحاصل كيت 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 امشي. لكن انت زادك ما عارف انت مضيت في شنو، انت بس تدرس دبي قدام قال لك تمشي وتعمل الديل مع حميد ده وتتوكل على الله، ما عارفين لا انت لا طاير حجر لا 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 خميس ده اقلام كلكم، لما تيجي تقول لي انا محمل على زول كلكم بيناس الهادي ادريس وهي زول بيجي بركب فيه الحمار اللي اسمه جوبا ده بيقوم بنفس العقليه ونفس الفهم. الحاجه السامحه في ناس مالك وفي ناس وفي ناس وفي ناس ادريس واسمه نور الهادي ادريس وفي ناس خميس الجماعات والمجالات حقهم ما بيمرق بيحدد النص ساكت ما زي الجدات بتاع الحشرات دي ديلك ساكتين يا المالك ساكتين والله كامل الاحترام له ساكتين وعارفين انه هو فعلا في فيل وفي حاجات في الاتفاق قلنا لكن ساكتين ما ساولوا المكونات السودانيه. لكن انا مش المحيرني بس ليه البشر ديل بس بيسيولوا النص وانت ضمنت شنو ذاتك؟ انت الاتفاق ده معاك مجموعه بتاعت ناس معاك مالك عقر ومعاك معاك ناس خميس ديل ومعاك ناس الهادي ديل فلنفترض انه ده اتفاق شامل صح؟ ما بفهمك انت انه الحقوق اللي جابها الاتفاق دي كلها للجميع ملكه للناس اللي وقعوا معاك ديل كلهم، لكن ليه الناشطين حقين الناس ديل ما شفناهم نحن يوم في الميديا جا قاموا عملوا اتاك للنص، يوم ما شفناهم جا قالوا يا اخي هنا وسبينا لمالك ده نحن من اوائل النص ولاسي مختلفين مع مالك، لكن يوم ما شفنا ناس من الناشطين بتاع مالك ده جا وقفوا قالوا لا لا نين 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 ما شفنا. لكن انا محيرني الحشرات دي اللي الحشرات دي انا يقول غالب قال لنا حشرات هاي الحشرات دي المول الحشرات دي المول عشان تعرف انه في دماغك ده في حاجه وامشي اقعد مع نفسك انت ظل مريض انت ظل مريض انت ناس مرضى. طيب الحاجه الثانيه السراج ده مش قال الخرطوم دي محتله ما يقول اللي ناس مالك ما جا قالوا هم نفوا انه هم ما عندهم جيش جاي صح وهو السراج ده عرف انه الجيش ده كيف احتلال ما مالك برضه من الناس اللي وقعوا في الاتفاق ليه سراج ليه انت اخذت الشيء ده كله بـ 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 بصوره شخصيه انت بس ليه تاخذ الحاجات انت بتشيلها لنفسك انت ما في ناس وقعوا معك ليه ناس خميس ما جا قالوا كيف الناس اللي يقولوا نحن محتلين ليه انت بس بتجي انت اسال نفسك السؤال ده جيب لي مناسك اسال اقعد اسال امشي لي اكبر مفكر قول لي خالد كبير قال لي نحن بس ما اتفاقك ده فيه جماعة الحادي ادريس ليه ناس الحادي ما جا قالوا نحن كيف تقول لنا محتلين ليه جماعة مالك عقار ما جا قالوا كيف انت تقول لنا محتلين ليه جماعة ناس خميس ما قالوا ليه انت تقول لنا محتلين عشان تعرف انت في مشكلة في دماغك هنا والنقطة الناس يسيئوا لك بتقوم تزعل لكن انت عندك اشكال في راسك عندك اشكال مع حاجه اسمها الهناي دي عندك اشكال في راسك واشكالكم ده امشي حلو بعيد يا اخي امشي حلو بعيد مننا امشي حلو بعيد مننا اشكالكم ده. عقدكم وتخلفكم ده امشي حلو غادي غادي يا زلمه نحن وقت كنا طبعا بيجيب بيقول لك على الكبير ارتد انا ما ارتديت من حاجه انا من يوم بدات في الميديا دي انا عارف خطي كان شنو ولا انا خطي ما تحركت منه ولا شيء عرفت وقت قمنا نغطنا الثقافه السودانيه والسيطره الاحاديه بتاعت المركز والمركز ذاته سايقين هناي وانا لازم متمسك بالكلام ده من المبادئ بتاعتنا نحن وقت قلنا انه نحن بان افريكان وهناي ولسه انا متمسك بالعقليه دي ما تراجعتوا لكن انتوا تراجعتوا كلكم وكلكم تراجعتوا لاسباب قبليه كل زول رجع بفهم قبيلته عرفت ما في زول رجع بفهم انه هو الشيء شايفه قدامه شيء حقيقي وانه ده ما ظلم وده انصاف له كلكم رجعتوا لورا رجعتوا بفهم بتاع قبيله جد عليكم والتحيه من هنا للكاميرا ده ايوب ابو شرع وكي قال انه ده بتاع خشم والراي الكلام ده كان كلام منطقي ونحن وقت كنا شغالين في الخط بتاع العوده للذات هنا كان الرساله ما بس عشان الانسان الغرب ولا الانسان الهناية الجبال النوبه والقرطبان كان الرساله لكل السودانيين كان الهدف انه نحن نجبر كل السودانيين يعاينوا بجاي انت تعال عاين معانا في منظور جديد مش الهدف انه نحن نجي نقول للناس لا نكسر لكم حاجاتكم ديل ونقتلكم والشريط النيلي لا 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 نحن دايرين نقول للناس انه يا اخي في حاجات ثانيه بتوحد السودانيين اكثر وفي حاجات عظم في المجتمع ده احنا لو استخدمنا والتحيه من هنا لناس البنيه اللي اسمها رحاب ديك والصفحه بتاعتهم بتاعت الثقافه السودانيه هم قدروا ناس بيل هنا لكن قدروا يحافظوا على صفحه بتعكس الفولكلور السوداني كله
اكسكيوزمي، يلا لما تعمل مواد زي دي وتعرضها في 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 هنا، الانسان السوداني بيشوف فيه انه في تقارب بينات الثقافات حقه. طيب ليه ما يكون في تقارب فكري طالما الثقافات دي ما مرتكزه على افكار الزول، صح؟ على الحاجات مرتكزه كلها على الفكر. لو ما عندك فكر انت ما يكون عندك ثقافه. يلا الثقافات بتاعتنا متقاربه مع ناس، التفكير بتاعنا متقارب، والتفكير ده ما نستغله انه يا اخي يخلق لنا واقع جميل. الكلام كان كله هنا، مش واقع بتاع انه نحن نمشي نعمل اتاكل هناك وخالد كبير يقول لك انا ما بعمل اتاكل، وخالد كبير ده معناه ذاته رجع لهنا. ما رجعت انا اخذت ما زيد، انا عندي رساله معينه شغال فوقها. لكن انت زول انت 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 زول غوغاء ساكت، انت ما عندك موضوع، انت قاعد تسيل الناس. نحن ما دارنا نسيل زول، نحن الناس اللي بيسيلوا لنا دايرين نحاول نفهمهم يا اخي، نقول لهم يا اخي اللي سادي ما كده يا اخي، تعال نحن سودانيين يا اخي، تعال في حاجات نوريك. لا وانت لسه مريض انه لمساولك قال لك يا عب انت لازم تقوم تكورك، يعني انت المرض الاول انت ما قدرت تحرر منه، ما قدرت تحرر منه ده من كلمة عب زي ما قدرت تتفك منها. لازم الناس بيجيبوا العقبة يا عب، يا نخرتك يا صفتك يا شعرك، لازم ما قدرت انه اللي جواك. لا لا انت ما مقتنع انك انت سوداني 200%، لا لا لا، عشان كده اقل حبشة سايت تقوم تقول نازل هنا، اقل من جيب سيرة تشادي سايت تقوم تولع فوق. ليه؟ لانه انت ما مقتنع انك انت سوداني، انت مريض من جواك، انت عندك اشكالات جواك، انت ما مقتنع انت سوداني، انت ما مقتنع. حتى لو فلنفترض تشادي فيها كل القبائل والتحيه للناس القبائل المشتركه مع كل الدول، لانه نحن فرد، التحيه لهم كلهم من اقصى شمال السودان، لا كل الناس ليه ضرب هناك اللي عنده امتدادات وما عنده امتدادات، كل زول عنده امتداد في فرد نحن بنحييه. لكن ليه لما نجي نقول انه يا اخي انت جواك انت حاسس بمرض، والمرض ده بتجي بس مسيطر عليك اي حاجه، حتى بالكلام بتاع سراجة انت بس رابطه هناك زاني لك في راسك. عشان كده لما هنا ناس خميس ما اهتموا به، ناس هادي ادريس ما اهتموا، مالك عقار ما اهتموا به، انت بس مهتم به لانه انت عندك عقده في جواك، انت عندك مرض مسيطر عليك، عندك وسواس قهري. والوسواس ده لو ما ملكت معه ما تكون انت عايش في 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 في, في حاله بتاعت تسامح مع الناس. انت تقبل انت سوداني، انت سوداني، ما في ما في ما في شك في سودانيتك، لكن انت شاكي في نفسك، انت ما مقتنع انك انت سوداني. عشان كده اي حاجه بتجي هنا انت زيط بتقوم بترجف. وقد قلنا لك يا اخي تعال نشتغل بالمفهوم ده، بالمفهوم بتاع انه الثقافات والتاريخ القديم. تجد مثلا تلاقي تاريخ 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 هنا هنا تاريخ ما تم 600 سنه. ودار تقول انه ده تاريخ هنا تنسي، انا ما شغالين بالتاريخ بتاع 600 سنه. نقولنا نرجع للتاريخ بتاع 5000 سنه. عرفت التاريخ بيكون مرتكز على حاجات ماديه، انت ما تجي تمسك لي في هنا في عقاب هنا في حاجه لا 500 سنه، انا ما شغال بحاجه اسمها 500 سنه. كنا شغالين كويس، وقد جينا قلنا نقدنا انه يا اخي المواصفات بتاعت الجمال والاسامي والناس في البيوت بقت تسمي اسماء، الابهات ما بيقدر بينطق الاسم، الابو ما بيقدر بيقول اسم بيته. ما بيقدر منطق. جينا اشتغلنا في الفهم ده، والقصد ما قصدي انه نحن نقول انه نحن ما الناس ما عندنا امتداد، لا لا، بنقول انه في حاجات سودانيه اصيله. الحاجات السودانيه دي من ضمنها الاسماء بتاعتنا ذاتها، الاسماء السودانيه اللي هي كانت قاعده في الجغرافيا السودانيه، كانت الناس بيسموا بها ناسهم، بيسموا بها بناتهم عيالهم وريفر. الحاجات دي بدات تنقرض، تعالوا نرجع الحاجات دي للناس، لانه الحاجات الحس الجديده دي بقت صعبه في النطق في هنا، اشياء بيعانوا، نحن ذاتنا قاعدين نعاني فوقها. يلا الحاجات دي ما بتشبهنا، ونحن دايرين نوطن كل حاجه سودانيه في السودان، دايرين نجيب التفكير يكون سوداني، الكتابات ذاتها قاعدين نقول انه انتقدنا حتى كتابات النص، قلنا انه يا اخي الكتابات الوطنيه شكلها كذي كذي وتغيرت كذي كذي كذي، وجبنا نماذج بالسنغال، وجبنا نماذج بنيجيريا ناس اتشيبي، وجبنا وجنوب، وجبنا سنغور، وجبنا كميه من الحاجات، قلنا انه الدول دي وقت توجهت لنفسها، الحاجات دي قدرت صنعت لها سلام داخلي. والكلام ده لا انا متمسك به، انه في حاجات معينه الشعوب في كل دوله لما يلجؤوا لها بتاثر فيها بتظهر، يعني زي الكتابات، عرفت الكتابات الوطنيه بتاثر في التسامح وفي التعايش بتاع الوطن في ترابط الاوطان، ده ما في السودان. وانه يا اخي الثقافات المحليه بدات تندثر، يلا الثقافات المحليه دي ما عشان نجي نقول انه الثقافه بتاعت فلان ديك شينا ولا الثقافه بتاعت علان ديك هما جايبه من محل ثاني، لا لا، احنا بنحاول نحتويها كانه هي ثقافه سودانيه، انه هي مش ده سوداني مكون سوداني، خلاص ده زول اصيل ودي بلده ودي ثقافته،
انت ما من حقك تجي تعمل جادجمنت للناس، ما من حقك انت تجي تقول للناس تقلل من حاجاتهم، انه انت حاجاتك ارفع من حاجات الناس، ده ما منطق، ده ما كلام، ده ما بيجيب سلام، ده ما بيجيب سلام يا زول. انتوا ما فاهمين الكلام ده، وبتفتكروا اني يا زول بس قال لك انت كلامك ده خطا معنا زول ده ومشى مع التيار الثاني، الزول ده قال لك انه حاجاتك دي خطا معنا زول ده مشى للتيار الاسلام عروبي، ما انا اسلام عروبي يا زول، انا يسار اكثر منك زول، عرفت؟ ما 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 هنا، لكن انا ما بجي بنتقد حقوق الناس، ما بجي بنتقص الناس من حاجاتهم، من ثقافتهم، من 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 لغتهم، من هويه، ما بجي بقول للزول انت ما هناي، ده قال لي انا عربي وهو بقاري، اقول له عربي يا زول كويس، انا مالي ملو عربي ولا ما عربي، ده مش هو زول بيحترمني انا كسوداني، انا اقول له يا اقول له جوجاب انت عربي كويس، انا ذاتي فخور انه في السودان يكون في عرب. قال لك ده هو قال، هو قال من اصول حبشيه، اقول له كويس والله يا اخي نحن فخورين انه سوداننا فيه حبش. ده قال لك من اصول مصريه، قول له كويس نحن فخورين انه السودان فيه ناس من اصول مصريه. ده قال لك تشادي، قول له كويس نحن فخورين السودان فيه ناس من تشاد وفيه ناس عندهم امتداد في جد. في زول قال لك من افريقيا الوسطى، بنفس الكيفيه بنفس العقل، لكن انت بتجي تقارن انه لو قال لك من الاتجاه الفلاني معناه طوالي داري ينقص من قدر. لو قالوا لك من هنا انت طوالي بتفكر انه الشيء ده بينقص من قدرك، لانه انت عندك عقده، انت عايش لك في وهم في جواك. والوهم ده نحن عرضناه، قلنا لك يا اخي الوهم ده انت طبعا اخفيت وكناشط في الوقت ده، لكن قلنا لك الوهم ده مسيطر على كل النازل، على كل الشعوب السودانيه، لكن انت لو عرضته بصوره كويسه، صوره طيبه، السودانيين بطبعهم انه الناس بيفكروا، ممكن يستوعب كلامك ده ويعيد تفكيره، يفكر فيه ويقول انه يا اخي فعلا الشيء ده بقدمنا ولا الشيء ده باخرنا. عرفت؟ وهو بيعمل، انت ما من انت ما بتجبر زول عشان يقوم يتابعك في فكرك، لكن انت بتعرض حاجاتك والزول هو بيفكر وهو بيقتنع ولا ما يقتنع، دي حاجه بترجع له، لكن انت بتعرض المحتوى حقك. والمحتوى ده لما تعرضه انت خلاص ملكته للناس ما حقك انت. لكن انتوا دايرين تعرضوا محتوياتكم انتوا وتجبروها للناس وتجبروا الناس هم يؤمنوا بها، وهي زول يقول لك المحتوى ده غير صحيح معناه زول عدو انت. يا ناس ما بتمشي الحياه دي. نفس الفهم البسيط ده في السلام حقك ده، سلامك ده جبته نحن قلنا لك سلامك ده ناقص، وسلامك ده بيخلق لنا مشاكل جوانا نحن وبيخلق مشاكل برا. برا معاملوا مع الـ مع الـ مع الـ مع الـ مع الـ 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 الاريا حوالينا مع السودان الكبير. جوانا نحن لانه سلامك ده انت تبنيته جهات معينه، 1 2 3 4، والجهات دي ذاتها عندها اشكالات داخليه. الاشكالات الداخليه دي الناس لما يجي يجيبوا هي سلطه جايين بها ما بيقدروا يمارسوا سلطتهم هنا. لأن هم منبوذين هنا ما يقدر يمارس سلطته هنا، ما يقدر لأنه هم دايرينه، هم مرغوب فيه. اللاجئين والنازحين ما بيرغبوك انت، مش تقول لي مشيت مع عسكرين ثلاثة، ما مرغوب يا زول، الدارفور دي كلها مع عسكرك، ما مرغوب، سلامك ده ما بيتحقق. بنفس الكيفية قلنا الكلام ده لناس ياسر ولناس كومريد مالك عقر، قلنا يا أخي الناس المواطنين شايفين إن هم حقوقهم والمطالبهم والثورة والثمن اللي دفعوه من دم بتاع عيالهم بالطيران الانتنوف والشنو والتهجير المشي اللجوء والعذاب والنزوح، هم دايرين حاجات تضمن انه الشيء ده ما يتكرر. عرفت؟ مش دايرين حاجات هم عينين هسي عشان فلان يكون راكب له انفينيتي ولا فلان، لا دايرين حاجات تضمن انه الشيء ده ما يتكرر فيهم هم وما يتكرر في غيرهم. كيف نحن نضمن انه الحاجات دي ما تتكرر فينا نحن وفي غيرنا نحن؟ عشان لو حصل في 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 جهه في السودان، انت كانسان سوداني انت بتتضرر بالماسة بالواقع. ليه؟ لانه السودان ده حاجه واحده. لو في نزيف في الشمال ناس الغرب بيشعروا به، وانه ناس ولو في نزيف في الشرق بيأثر على على التنميه وعلى اي حاجه في بقعه في السودان. فبالتالي نحن دايرين حاجات بتضمن انه الانتهاك اللي حصل والوقع في المناطق المعينه 1 2 3 4 تضمن ان الشيء ده ما يتكرر، ما يتكرر في مكان. لكن انت قلت لا ومصر، يعني للاسف الشيء العجيب الشيء المحيرنا انت مصر انه حاجاتك دي صح، حاجاتك دي صح، والشيء المؤسف انه في ناس بيفتكروا انه انت بتمثلنا نحن، ونحن مصرين نقول للناس انه انت بتمثلنا نحن ولا عندنا لك حاجه ولا دايرين انك تمثلنا، ونحن عارفين قضايانا وين وعارفين مشكلتنا معنا، ولا بتمثلنا ولا عندنا لك حاجه صح. عرفت؟ زورك على الداق وزارتك ومصايبك، امشي مارس حقوقك غادي غادي. امشي وكل ال 100 مليون دولار دي حلال عليكم انت وناسك وحشراتك دي، امشي بعيد مننا يا اخي، امشي خلونا في حالنا يا اخي. عرفت؟ امشي شيل حاجاتك دي امشي. لكن ما بتمثلنا ولا تمنى، ومصرين نحن نوصل الكلام ده لكل زول ولكل اظن، انا نازل ما يمثلونا نحن.
ما تسمع التحديدات بتاعتهم والكلام الفارغ ده. انا ده شغلهم هم، ده دي قواتهم هنا، مرجلتهم هنا في تحديد النص. لكن مرجل حقيقي ما عندهم، ما في، دي مرجلتهم هنا ودارين يعملوا يحتكوا النسيج بتاع السودان، عرفت؟ دارين يكبروا الجروح، يعمقوا الجراحات بين الناس، والكلام ده نحن ضده بالرغم المآسي ورغم الآلام هنا، لكن نحن ضد الكلام، ضد الكلام بتاع انه النسيج المجتمع بتاع السودان يتمزق زيادة، لأنه ما فضل حاجة. نحن دائر مصرين انه نسيج المجتمع بتاع السودان يكون شوية، يكون لسه باقي. ليه؟ لأنه البلد دي كلها حقتنا نحن، وكلنا بنستفيد منها بوحدتها، مش بتمزقها وبجهويتها وبعنصريتها وبشتائمها، ده كلام فارغ. والناس زي ما بمثلونا نحن، زي ما في ناس في الشمال البعيد وفي الشرق البعيد ناس عنصريين بيسيئوا للناس بنفس الكيفيه، العنصريين دول ولا الكون بتاع الجراد ده، ما بمثل ذل، ده ما بمثلنا ولا بمثل واقع ولا بيشبه نظر، لانه اللغه الشينه دي الناس نزحت زمان من 2003 2004، جه الشمال وجه الشرق وجه وين وجه وين، في ناس نزحوا من اقصى غرب السودان، جه مشوا ليه اقصى شرق السودان، ما اساءوا لزوزه، لانه عارفين انه الاشكال الحكومه هي صنعت لها ملاش عنصرية، والملاش العنصرية دي قاعد تقتل الناس بتعب، الحكومة بتضرب الناس بفوق، الناس أخلوا الأماكن ونزحوا. لكن لا جا قالوا نحن دايرين نقتل فلان، ولا جا قالوا عندنا مشكلة مع علان، ولا جا قالوا عندنا مشكلة مع قالوا في إشكال حقيقي في الدولة دي، ومن آثاره يا هو الحرب العنصرية اللي قامت دي، ومن آثاره إنه البشير ذاته قاعد مع سلح ناس على أساس عرقي وعلى أساس لوني، قالوا كده. لكن ما قالوا إني يا أخي معناه الجهة الفلانية هي المسؤولة من دمنا نحن. كلام ده ما قالوا، ما في زول قالوا كلام ده، هم بيتوهموا هم، لأنه هم مرفوضين هم كأشخاص. يلا يا زول لما يرفضوك كشخص بيقوم بيحاول يعمم القصة دي، لأنه هو بيشوف إنه هو ذاته كل الناس إنه كلنا نحن مرفوض. أنا ما عندي ما حاجة، أنا ما أعرف سلوكياتك شنو أنت ذاتك، أنا ما أعرف أنت قاعد تتعامل مع منو ذاته، أنا ما قاعد في الواقع حقك، أنا قاعد في إطار بعيد منك، أنت صح في هناك وأنت بتشبهني وأنا بشبهك، لكن ما معناه إنه أنت الشيء اللي بيحصل لك انت هناك بيحصل لي انا، ومو معناه نفس الكيفيه اللي هم عملوك بها يعني عملوني بها انا. الكلام ده ما منطقي، والكلام ده ما عنده اي سند صحيح. والكلام السند بتاع زمان بتاع الاهالي ده بتاع تلمونا ونحن جدكم وجدنا، نحن لا جدنا ولا جدكم، نحن حقوق واجبات، حقوق واجبات بس، لا جدكم معانا ولا جدنا معاكم، ولا دارين جدنا يكون معاك ولا دارين جدنا ذاته يكون هم معاك ولا جدك يكون معانا، حقوق واجبات. انت عارف حقك نحن نعرف حقنا، انت ظلموك باتجاهك شوف مظالمك وين، وشوف على قدر مظالمك انت، عشان ما تقوم تعمم تشيل مظالمنا نحن تكبها في قومك انت، ونحن نكون مظلومين هنا، لانه انت ذاتك ظالم، انت ذاتك ظالم. الناس ما بيقدروا يقولوا الكلام اللي قاعدين يقولوا هذا، لكن انت ذاتك ظالم وظلمت الناس وظلمت ملايين الناس وشتتت ملايين الناس بنفس الكيفيه. هذول اللي مناسب، والحكومه دي لو في زول بعرف الحكومه دي ذاتها محتاجه تسمع الكلام ده كويس، انه النازل ما بمثلونا نحن، ما بمثلونا نحن. بعدين تعالوا اشتموا خالد كبير هنا، لكن ما بتمثلني ولا بعرفك ولا بتمثل انسان دارفور ولا عنده لك حاجه، ولا بتمثلوا الناس اللي في المعسكرات ولا الناس اللاجئين والنازحين، ما عندهم لك اي حاجه، ولا انت بمرجلتك وانا اسوي لك هنا، وذول ما بتسوي راجل ذات، تنام ساكت هنا وتحدد ورا الميديا، والزول اللي بيهدد ما بيسوي، تلقاه في الشارع تطير طير تزيح، والله تزيح، عشان كده ما تحددوا الناس ساكت وتقعدوا تخلقوا للناس مشاكل. الفتن اللي مو كلمناك من زمان كفوا شركم، تعال اشتغل انه ليه البنات بيجوا بيسووا كريم، الاسباب بتاعت الحاجات دي شنو، الكريم ده اثره في المجتمع السوداني بعد 10 20 سنه شنو، ليه المنظور الجمالي في السودان يتغير، تعال وده اثره على العنصريه شنو، تعال نتكلم معك، عرفت؟ لكن كلام زياده منا ده بيبقى كلام فارغ ساكت ولف ودوران، وكلام ما عنده اساس، كلام بتاع سكاره ساكت. والشغل بتاع الاهالي ده احسن يقف، لانه نحن فجرنا من الحاجات الاهاليه، والاهالي ده تدمر البلد، اهالي وما اعرف ليك الشغالات بتاعت الادارات الاهليه وادارات الغيمه، ده كلام فارغ، ده ما بيودي ناس قدام، ده ما عنده سند، ناس جدي وجدك ونحن قبيلتك ونحن ده كلام فارغ يا زول، ده ما عنده هنا، ما عنده وجود هسي، ده مشي ونسبه وناسكم تونسوا انت وحبوباتك وعيال عيالك وجدودك، تونسوا هناك في عمل لكم واقع حقكم افتراضي، ونسوا في رسمكم، لكن في الحقيقه الكلام ده ما في، دي مجتمعات متخيله،
زي ما نحن زي ما بندكس والكلام الشرح الكاميرا ده بكر هذا اسماعيل بتاع انه المجتمعات المتغيره اللي هي كان مسيطره ولسه مسيطره على الحكومات الحاكمه في السودان او التاسيسات جايين من نفس الفهم. انتوا عندكم مجتمعات متخيله في رشانكم دي بقول لهم الايميجن كوميونيتيز تاسي جايين بمجتمعات متخيله في رشانكم دي ودارين تجي تفرضوا حاجات واقعه ده على الناس والكلام ده كله كلام متخيل سكت لكن في الحقيقه ما عنده وجود. ده كلام متخيل ده كلام متخيل ده واقع افتراضي انتم مفترضين على الناس مفترضين الغباء مفترضين انه انتم بس صح مفترضين انه انتم بس خلاص حتحققوا كله لا 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 والواقع والعبوديه اللي لابسانا نحن كناس مهمشين وكنا انت بترفع علينا بانت انت النبي انت المخلص وده كله شغل بتاع بقول له ايميجن كوميونيتيز ده كلام فارغ ساكت. نزل عقليه بتاعت الكيزان ان هم جا قاعدين يحرروا السودانيين ويبقوا السودان دوله عربيه اسلاميه ويسوقوا الناس يودوهم الجنه بنفس الايميجن كوميونيتيز المسيطر عليكم مسيطر على الكيزان او مسيطر على عقليه جيت ذات ايميجن كوميونيتيز. عشان كده لما تجي مارك خالد كبير انتقدك بتجي تقول خالد كبير ده زول 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 فلنجاي وزول عبد ساكت بتاع نايف ما زول عبد ديتا. انا عارف انت ذات تتخيل انت تفكر كيف عرفت انت ذاتك بتفكر كيف وانت مستعبد ذاته هسه انت ذاتك استخدموك عشان يشقونا نحن ولسه انت مستخدم ووصلت وقبلت انك تمشي معاكم وتمشي ضد مبادئك انت ذاتك ضد مبادئك ضد قضاياك وضد افكارك وضد المجتمع حقك ذاته فصلت نفسك كلك فصلت نفسك من قضاياك فصلت نفسك من مجتمعك وقمت خلقت مجتمع جديد في راسك والمجتمع اللي خلقته في راسك ده دار تفرض الواقع حقه على الواقع الكبير بتاع كل المجتمعات في الهامش والكلام ده قلنا لك ده كلام بولشيت ده كلام ما منطقي وده كلام فارغ ساكت ده كلام فارغ ساكت ده ونسه بتاع الحبوبات انت وامك وحبوبتك وجدك امشوا قعدوا ونسوا غادي غادي عندكم جمال عندكم بقر عندكم كلاب ده شيء بيخصكم انت لكن الفهم الفوق الطيوق في راسك ده ما بيمر علينا نحن ده ما بيغير واقعنا بشيء حتى لو بقيت رب الناس ما بغير واقعنا في شيء لانه انا عارف انت عقليتك شنو وعارف انه التفكير اللي انت جابك شغله كيف وعارف نتائج الشيء الحاصل ده شنو ومن بدايتها نحن قعدنا نتكلم بالفهم ده ويوم ما غيرنا اسلوبنا ولا قمنا انحزنا الاتجاه ولا قمنا هنا نحن برنامجنا قلت لك انه عندنا فهم عندنا قضيه القضيه دي والشعب ده كله ورثها من الحكومات الفاتت مش الحكومات الوطنيه الحكومات بتاعت المستعمر ذات كان اتراك كان الخليفه عبد الله الافرازات تحت الحاجات دي كلها هي المسيطره على العقليه بتاعت الدوله السودانيه على عقليه الحكم مش على العقليه بتاعت الناس على العقليه بتاعت الحكم لانه الحكم العقليه بتاعته ما تغيرت الناس بعد ما الخليفه عبد الله فات جونا طوال الاتراك مش جونا الانجليز من اول شيء كان ممالك وقبائل وات ايفر مشتتين عرفت كان ما في حاجه اسمها تشاد عشان ما يجي يخشوك ويقول لك انت تشادي وما تشادي تشاد والدول اللي اتخلقت بعد فتره كان في ممالك في كانين في الـ في الـ في الـ في السلطنه الزرقاء وفي شنو وفي شنو بعد ذاك قاموا جو الاتراك قبائل دي عملوا منها جبايات وعملوا مركزيه بتاعتهم طورين في الخرطوم والعاصمه كان طورين في ود مدني ولا شنو ما عارف بعد ذاك الترنم جاءت الدوله بتاعت الخليفه دوله اكثر تخلفا تخلف ودوله عنصريه وقتلت الناس ودمرت الناس الثوره المهديه زي ما دكتور احمد جلال قال انه الثوره نحن ما عندنا معها اشكال لانه الثوره هي الوحدة الشعب السوداني وهي اللي عرفت انه الشعوب السودانيه عندها جوامع عندها حاجات بتلمها كثوره مهديه نحن ما عندنا معها اشكال ونحن ما بنعمل لها جزم عرفت لكن نحن بنعمل جزم للدوله اللي قامت دوله القليل عبد الله لانه هي اللي قامت اساءت للناس وهي اللي قامت فرقت الناس بعد ما توحدوا الانجليز جو زيد قاموا عملوا سيستم هم وسيستم عشان يعملوا كولكشن للحاجات ويصدروها لبلدانهم. الانجليز بعدوا جونا دي الناس الازهري وناس منو وناس عبد الله خليل ولا منو ما عارف ومشوا بنفس الكيفيه العقليه ما عقليه سودانيه بتاعت الدوله. نظام الحكم ما نظم سودانيه وطنيه. الناس اتوافدوا وزايد مجتمع درمان اللي هو المجتمع طلع منه المكونات الاساسيه المسيطره على الحكومات هناك المجتمع كلها من غرب السودان ومن شرق السودان ومن شمال السودان ومن وين وين ومعروفين ديل هم الناس الاساسي بناتهم ناس مريم وناس منو ناس منو ناس المسيطرين على الدوله ديل ويزاوجوا ناس مناع ذاتهم هسه خاشين معهم عرفت ناس مناع بيجاي وناس منو بيجاي ده كلهم ديل الصفوين
ديل ما عندهم اتجاه، ديل هسه هم بيمثلوا كل السودان وهم من جميع السودان، يلا ديل الناس الصفوين، ديل هم الناس المصرين انه شكلية الدولة ما تتغير. لما انت جاي من الهامش ولا جاي من وين ولا جاي من الشمال وين جاي بفهم انه الدولة دي حقت الجلاء، الجلاء بدي له الناس ديل. ديل ناس مناع ديل وناس الوسخ ديل وناس مناع، طبعا مناع ده منهم. شو ما تقول لي مناع ده مولود في الجنيت ولا مولود مناع ده ذاته معهم ما متزوج منهم. ديل هم الناس ديل الناس المسيطرين على شكل الحكم في السودان، والناس ديل بيسيئوا للمكونات البرة، الكم في الشمال، الكم في الجنوب، الكم في الشرق، الكم في الغرب. الناس ديل العقلية هم ما عندهم مشكلة في شخصهم، لكن العقلية بتاعت الدولة اللي هم ممشين بها ما في منافستو، الدولة دي ما شابوه، المنافستو ده نقدر نغيره. نحن ما دارنا نغير المنافستو ده عند يد منو؟ عند منو؟ مش عند مالك عقار ولا عند خالد كبير ولا عند توت قلواك، انا دار نشيل المنافستو ده نشرطه ونكتب منافستو جديد بلمنا نحن كلنا كشعب سوداني، لانه المنافستو القديم ده منافستو وسخان، منافستو عنصر، اتكتب واتبنى في ازمان مختلفه، مشاكل الناس كان مختلفه، تفكير الناس كان مختلف، لكن الان نحن دارين حاجه بتضمن لنا 200 سنه 300 سنه انه الشعب السوداني يكون واحد من غير ما يكون في دماء، نحن دارين نشرطه المنافستو، لكن انت جيت جاري تقول تلا المنافس ده داري يدق منه شوية يدق منه بيتين ثلاثة يا بشر ما عملت حل ما عملت تشينج ده ما تشينج ما في تغيير كده جيت قلت نحن بس ضد السلام ونحن بس ما دارين سلام مش ما دارين سلام نحن دارين سلام حقيقي جيت قلت انه يا اخي الناس دي والله ما الناس دي بس شغلهم ده بس عنصرية ما عنصرية انت هذا مننا وفينا نحن جينا اسئلة وقالوا لك تشاد نحن لنا نرجع تشاد معك سلام كان قال لك انت هنا كلنا نرجع سوا محل ما قالوا انت ماشي ده نحن معك مش كلام عنصري انا لكن نحن ضد الفوضى والكلام الفارغ ضد العقليه الوسخه دي ضد انك انت تقوم تتجبر وتسلط على الناس وتصر باخطاء الكيزان هم مصممين على مسيطرين على المنافست القديم انه يكون بان الصادق المادي الطائفيه والهنايه هم مصرين انه شكليه الدوله القديمه تكون باقيه، نحن ضده، وانت كنت معنا وليه امبارح كنت بتقول انت صادق ضده، ونحن شتمنا الصادق ده هنا وسبينا ليه وسبينا للطائفيه وسبينا للدوله الدينيه وسبينا للعقليه الوحاديه وسبينا للعقليه العنصريه، انت جيت هسي تبقى انت عنصري وانت وحادي وانت بنفس التفكير بتاع سيدك الصادق المادي اللي انت جبته لنا في نداء السودان. وتجي تقول لي هنا عبيد انت ناسي انت جبت الصادق ده في نداء السودان انت ذاتك وقول ده تحريرنا انت مشيت جبت سيدك الصادق ده في نداء السودان جبته لنا انت ذاتك عرفت والصادق ده ذاته جبته لنا قال عشان يشق التفكير بتاعنا وتفكير الناس المستنيرين وتفكير الهامش عرفت تفكير الهامش الكبير جبت الصادق ده ذاته انت جبته وانت ذاتك جبت لنا الصادق ده والصادق حتى جيوشنا دارين تملكوها للصادق عن طريق ناس ياسر وعن طريق ناس مالك عقر حتى مصيرنا مستقبل ناسنا وهلنا سلموا للجبنه ديل انتوا ديل وتقولوا بعد للناس اللي ما جايين انه الناس ديل هم ناس عنصريين وناس رافدين هنا وانتوا قاعدين تحددوا الناس تجي تقتلون في شرايطهم النيليه وفي مصايبهم انتوا ديل العنصريين انتوا ديل الناس الوسخانين انتوا ديل الناس المجرمين انتوا ديل الناس القتله ما انا ما بجيب كلام من عندي انت يهودي عمايلك يهودي ده انت ده شكلك ده دولتك ده برنامجك ده ثورتك كلها عشان انت تجي تبقى لنا حاكم في غرب السودان ولا في قيامة السودان مش تبقى حاكم لناس لبلد كلها لاجئين ونازحين وناس كلهم مشتتين وما في حياه ذاته لا في شغل ولا في مشغل ولا كله عشان تشيل لك جبلين ثلاثه بتاع انداب وما عندك شغله باللاجئين والنازحين ولا الارامل ولا الموتى ولا الضحايا ولا هنا انت عفيت حميدته وخلاص اشتغل بجاي حميدته اشتغل بجاي ده انتوا كلكم طبعا لما نقول انت كلكم كل الناس اللي معاك الماشيين معاك في صفك في جناحك ديل كلكم بنفس العقليه عشان ما تجي تقول انه انا شاهدك انت برا كلكم كل الزمره اللي حوالينك جيتوا ديل كلكم بنفس العقل ونفس الخرق كلكم بنفس الكيفيه كلكم بنفس العنصريه كلكم بنفس الجهل ده كلكم انتوا كلكم بنفس التسلط ونفس الوحاديه ونفس الانانيه كلك الناس جيتوا ديل عشان ما تجي تقول لي خالد كبير محمل علينا نحن بس نحن بس شاهدين لكن ده انتوا دي عمايلكم وامشوا كلام قلت لك امشوا جيبوا شفان صغار امشوا اقعدوا وروهم الكلام بتاعكم كلام فارغ ساكت مجتمعات وهميه والتفكير بليد وشكرا لعمنا شريف حريري والله ارجع زول وارجع وافهم زول قال الكلام قالوا لكم بر قال لكم شغلكم ده دي, دي, دي اتفاق بين القتله وبين الناس الانقلابين كلامه صحيح عمنا شريف حريري وشريف حريري ده انا عارفه يعني لكم شنو
لقد انا متكيف منه وانا استنيته بفارق الصبر انه هو يمرق يوضح الكلام ده، يوضح الحقائق دي ويشوف انه فعلا احنا كلامنا قلناه ده خطا وظلمناكم، ولا كلام قلناه ده حق، عشان ما في زول يجي يتوهم ويتبلى علينا ساكت. كلام شريف حريري ده كلام منطقي وكلام حقيقي وكلام صح، انه انتوا ناس مجرمين وخطيتوا يدكم ضد الشعب السوداني مع المجرمين والقتله، وبقيتوا تستفزوا في المواطن السوداني باسم القضيه الكبيره والقضيه بريئه منكم، والهامش الكبير بريء منكم والسودان بريء منكم، كلكم جيتوا تستفزوا الناس باسم القضيه. قتلونا ما قتلوك يا زول، كذاب كذاب يا زول كذاب، ما قتلوك ولا شفت هناك، ما عندك موت يا زول كذاب. الماتوا ديل ما عندهم علاقه بك، الماتوا ديل هم ناسهم ابو قالوا نحن دم ناسنا، نحن ما بنرضى ورخيص، رفضوا. عرفت اختصابات تاعت بناتهم ما بيقول بس عفينا وكذي، يختصب لك بناتك تقول عفيت، ما في زول بيقول، ما في زول كريم وزول زول شريف وزول اصيل ما بيقول كلام زي، ما في زول بيقبل في شرف. كما تجي تتوهم وساكت، تجي تقول لنا انا عافينا وحمدتي وزولنا وفتنونا، فتنوا انت عيال صغار، فتنوا كيف انت عيال صغار، انتوا في روضه انتوا، داك طبعا بيجيب كشينه ولا يقول لك كشينه، انتوا عيال صغار انتوا اطفال انتوا في روضه، ها انتوا في روضه عشان يخشوكم، عشان يقول لك اقتل اخوك تمشي تقتل اخوك، يخشوك ده مثلا يقول لك يا اخي راح نديك 10 دولار وانت اديني 5 دولار الليله وانا بكره بديك لهم 10، انا بخشك كده، لكن في قتل، في زول بخشوا بقتل يا ناس، ده الناس بلوكم يا زول، تقول لك خشوك وبعد ده كله بس خلاص خشونا والله معلش، هنا اخوان هنا ومن قريه ضمانات لقدام الشده يتكرر. يلا شوف الغباء هنا والسذاجه واللا منطقيه. والشيء المؤسف انه في ناس متعلمين حوالينهم، ناس قارين، ناس انتهازين. دكتور اسمه منو بتاعهم ده؟ وزير الماليه وعمك ذاك الحرامي الاكل القروش بتاع المفوضيه بتاعت السلام، الناس قاري يبقى مفوضيه السلام الحرامي اسمه منو هو؟ عمل فيها اسلامي وكان قال دار تبع العدل والمساواه، عمكم الحرامي ده ما فاهمين انه ما في مهادنه في الدماء وما في عفو في الشرف. البنات زينب شنو اللي اختصبونا عشان تجي تعفي انت تقول انا عفيته؟ انت منو انت؟ ده شرفك انت؟ انت اختصبوك انت ضحايا الاختصاب؟ انت ما فاهمين انه ذاته الاختصابات دي ذاتها المنتلي اللي بيكون عالق بعد الاختصاب بيمشي لكم، ما عارف انه ذاته. ويعني شنو يعني العداله وقيام العداله بيأثر في المجني عليهم؟ ما فاهمين كلام زي ده. بس نين عافينه نين عافينه عفيته بتاع شنو انت؟ انت عفو كيف يا ناس عليكم؟ عشان والموسف قلت لك ناس متعلمين حواليكم بتعايشيكم وبمصايبكم وبحشراتكم وبالناس اللابسين النظارات والعيال الصغار الفلنجايات دي، طبعا الفلنجاي دي وقت سموها في دارفور الفلنجاي ده بيقوم بيشتغل بمقابل مادي، عرفت؟ بيقوم بيشتغلوا للسلطان للزول اللي عنده الحكم، ما في فلنجاي بيشتغل ساكت، عرفت؟ ده كلمة فلنجاي. الفلنجاي كان ازدهر الذات في فترة علي دينار لأنه أنتوا كنتوا حوالينه في الوقت ده ذاته. في الفترة دي هو ظهرت مرحلة الفلقنة، الفلقنة ذاته أرجعوا التاريخ ذاته، جيبوا الكتب بتاع علي دينار وشوفوا إنه ظهرت الفلقنة سنة كم، والناس اللي كانت منتشرة بيناتهم من الفلاقنة ذاته ومكوناتهم وين. أرجعوا ذاته عشان نوريك تاريخ دارفور بتاعكم، أرجعوا هناك أمشي جيبوا الكتب بتاعكم شوفوا إنه الفلق المصطلح ده انتشر سنة كم، وانتشر في حد منه وانتشر بين الناس منه، والسبب ذاته كانت دوافع خلت إنه الفلقنة دي تبقى صفة في الوقت ذاك شنو؟ ما عشان يطلع لك مصطلح عجبتك الكلمة تقول فلقناي فلقناي، أنت ما عارف ذاته ظهرت وين ونشأت لشنو؟ ونشأت في الفترة بتاعت سنة كم وانتشرت بين الناس منو ذاته؟ الجهه اللي كانت بتمارسها اكثر من ذاتك ان جينا رجعنا انت حتبقي، انت حتبقي، عشان كده ما تقعد تتوهم وساكت في الناس، ما تقعد تكذب وساكت وتجي تمسكوا لكم في اطراف الحاجات وتجي تحمموها وتقعد تقلوا ادبكم على الناس. احترموا نفسكم، سووا سلامكم ده، شيلوا ال 100 مليون بتاعتكم دي قسموها بيناتكم، احترموا اخوانكم، احترموا الناس البعيدين، احترموا الناس في مكوناتهم في شرايطهم في مدنهم في حاجاتهم، احترموهم. الانتهاكات اللي ما قدرت تجيبها عامل نايم، ما معروف ما قدرت، اوكي كفى الله المؤمنين شر القتال، ما تقعد تشتم، ما تشتم، بتقتلنا لكن الكلام بكون قاعد، تقتل غيري لكن العقل والكلام والجرائم والهنا بتسجل، ونحن بنباصي من جيل لجيل بنسلم الرايات. والحقيقه دي ما عندها ناسا،
انا عشان ما هناي الحقيقه دي في ناس الله خلقهم عشان يقولوا حقائق وبموتوا عشان ما عمل عشان يقول هو يقيف من قول الحقيقه ما بيقدر لانه الحق ده ذاته امانه يلا الحق ده امانه امانه دي السيده لازم يوصلها مش امانه انت بترضيها لانه انت الامانه لو ترضيت ان انا اسلم لو انت رضيت انه انا اسلمك امانه انت بامكانك ترفض قبل ما نديك لها لكن الحق ده امانه بيجوا بيسلموها للناس ما عندهم فيها الخيار غير انه يسلموها للناس ثاني ما عندك حق عشان كده نحن بنمشي وبيجوا ناس غيرنا وبيواصلوا في الخط ويسلموا الناس الحقائق دي ومن جيل لجيل والدنيا هتستمر انه انتوا ناس مجرمين ناس خطر وناس ما بتمثلون ولا بتمثلوا ناسنا ولا بتشبهونا زم انت بتشبهونا مش عشان تقول في خالد قال لنا لونكم وخالد قال لنا حشرات في تفكيركم ده تفكيركم ده تفكير بليد تفكير ما بتعرفوا تتفادوا المشاكل وبتفتكروا انه الحياة دي كلها بس زي البهايم بس رجالة بس دواس لا في عقل تبني ادم لشنو اذا كان الحياة كلها دواس ما انت حشرة هسه انت ما قاعد تثبت انت حشرة وقد خالد يقول لك حشرات وانا ما قلت لك انت حشرات لكن انت براك انت حشرة انت حشرة انت حشرة هاي انت حشرة بالفهم ده انت حشرة انت زي الحمار شكل انت زول ما عندك مخ المهم تحياتنا لكل الناس والكلام بقى كتير والحقيقة هنا في النيل الازرق وفي جنوب كردفان والحقيقة هسي في عم انا قاعد اتكلم من هن القمص هن البني شنقول هسي بيتكلم في القضايا بتاعت انه هم تبعيتهم في اثيوبيا شكلها بقى كيف والاثر الحسي هم الاشكال هسي عندهم اشكال في بني شنقول هسي ده والناس تمشي تكتب تشوف بني شنقول هسي في اشكال وعمك هسي قاعد يتكلم بيتكلم عن الشيء الحاصل في اثيوبيا وانه بني شنقول معانين كيف والتحيه لبني شنقول والتحيه للانقسنا والتحيه لهن الوطاويط والتحيه لهن لا 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 في كاودا في الجبال عموما والتحيه للناس القاعدين في اقصى غرب السودان واقصى شمال غرب السودان تحيه لهم كلهم واقصى شمال السودان وشرق السودان وهدرب تحيه للناس هدرب دول كلهم والتحيه للناس في الوسط ذاتهم والناس الشريط النيلي الشريط النيلي الشريط النيلي ده انا ذاته بحييهم الشريط بتاع انا بحييكم يا ناس الشريط النيلي وبحيي كل الناس عرفت وبحيي اولاد ابوك لانه هم قدروا يصلوا في النيجر لدوله بصوره سلميه وده انجاز التحيه لكل العطاوه وناس حماد وناس راشد الولاد ولكل ذول هناك في النيجر وقدر يفهموا انه القيم بتاعت السلام والتعايش اللي بتوصل الناس ان هم يحكموا غيرهم وان هم يكونوا مؤثرين عرفت في مجتمعاتهم مش بالكيفيه بتاعت الجنيويت حمدتي ولا الارزاقيه اللي حوالين وناس عوض الله نوايا اللي كانوا شركة في فض الاعتصام طبعا هو هسه بحاول بنسي الناس لكن هم كانوا من الناس الجف صوروا الليله اللي قبل فض الاعتصام عوض الله الصافي نوايا عرفت ديل الناس اللي كانوا جابوا خفافيش الظلام ولا بقول شنو انا كنت متابعين كنت عامل له سكرين شوت عوض الله الصافي نوايا ديل الناس المجرمين والقتله ديل ما بمثلوا العطاء ولا بمثلوا حماد ولا بمثلوا ناس راشد ولا عندهم علاقه وما تهموا الناس كله انه زول بس عطاوي ولا من العطاوي ديل ولا من حماد ولا من اولاد راشد ديل انه جنويت قال الله في ناس اشرف منك انت صار ما تفكروا بالعقليه بتاعت انه ديل خلاص هم يعني بيجوهم معناه هم جنويت ما جنويت يا زول جنويت ديل معروفين ناس مر حمدتهم وزعلال وناس والناس اللي بيمشوا بيمارسوا عمايلهم ديل ناس مجرمين لكن ناس حماد وشنو وما كلهم والمسيريه ده ما كلهم يا زول ناس قتلوا وناس مجرمين انت برضه بتفكروا في ناس يفكروا ان المسيريه ده الناس بتاع الشر يا زول هي ما في كلام زيد الناس زي فيهم ناس احسن من الله اشرف منك انت ذاته اللي بتدعي انك انت انظف زول واشرف زول فبالتالي نحييهم هم ذات نحيي هي زول هنا هي زول نظيف في هي مكان وهي زول بيقول للظلم نو ده نحن بنحييه وهي زول داير يحكم السودان ده بصوره امنه وصوره سلميه ويتدبر كل السودانيين احنا بنحييه برضه ما في مشكله المشكلة وين؟ وكلامنا كله وتحياتنا كلها الحقيقية والهنا لكل الناس اللاجئين والنازحين والناس اللي في كاودا عرفت الناس اللي في كاودا ده احنا بنحييهم جديد والناس بتاع الجيش الشعبي ده انا بحييهم جامد كمان عرفت الناس بالذات البندقية والعساكر والغالب بتاع الجيش الشعبي احنا بنحييهم من هنا ونقول لهم يا اخي انتوا واصلوا تمسكوا ونحن والله مواصلين صوتنا ده وصوتكم نوصله للناس والله نوريه انه يا اخي انتوا ناس نظيفين انتوا بتفكروا كيف في السودان ونوريهم الصوره الحقيقيه صح مش الصوره بتاعت الناس القتله والارزقيه دي
والتحيه للناس اللي قاعدين في جبل مره فوق دي، الناس المساكين. طبعا في ناس مساكين وفي ناس قتله، انا الزول القاتل ده ما عندي له حاجه، لكن التحيه للناس اللي قاعدين فوق والناس اللي بيدافعوا عن بلدهم ارضهم، عرفت؟ قاعدين فوق، قاعدين مع عبد الواحد حمار اللازم، وقاعدين مع منهم ويدونكر، طالما هم ناس عارفين حقوقهم وهم ضد الظلم هنا، احنا بنحييهم من هنا. واي زول عنده مشكله معاه ده مشكلته، ترجع له.